الحضور الكرام السيدات والسادة أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية من كورس Horizontal and Directional Drilling سأكون معكم مودريتر لهذا اليوم الطالبة فاطمة عزيز مرحلة رابعة في جامعة البصرة للنفط والغاز قسم هندسة النفط والغاز ومسؤولة النشاط الاجتماعي لجابتر جامعة البصرة للنفط والغاز محاضرنا لهذا اليوم المهندس الغني عن التعريف الاستاذ عبد المهيمن عباس لنطلع على نبتة بسيطة من خبرة الأستاذ. يشغل الأستاذ الآن عدة مناصب، أولها أنه يعمل في وزارة النفط مديرية تطوير المكامن والحقول، وهو أيضاً أحد مؤسسي أكاديمية أوبتايمرز، ومدقق ومدرب في النفط. عمل قبلها كمشرف فني للآبار، ومشرف إسمنت، وأيضاً مشرف صحة وسلامة بيئية، وعمل في شركة أنتون أويل للخدمات الدولية، وقائد فريق كلايت و ومتخصص في في اللاينر هانجر أود أن أنوه بأن استمارة الحضور ستنشر في نهاية السيشن وأيضاً إذا وجدتم أي خلال السيشن يمكنكم كتابته في الشات بوكس أو استخدام الرايس هاند وأتمنى منكم الاستماع آخر ما أود قوله هنا أننا مسرورين لتواجدكم معنا أستاذ المايك معك الآن تقدر تبلش بالمحاضرة السلام عليكم جميعا، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير. اقدر ابدا تمام، ستة، قصة ان شاء الله؟ نعم <applause> بس تمام ان شاء الله. هسه على بركه الله نبدا محاضره اليوم. بدايه السلام عليكم جميعا، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير. شكرا جزيلا استاذ فاطمه على التعريف وعلى كل البرزنتيشن اللطيف اللي حضراتكم مسوينه جدا ممتن لحضراتكم. ان شاء الله يا رب تستفادون من هاي المحاضره ولو بشيء بسيط تتعرفون من خلاله على كان ال... نقول التفاصيل العامه والرئيسيه. احنا ان شاء الله يعني بالنسبه لي راح تكون ان شاء الله محاضرتين، محاضره اليوم اللي ان شاء الله راح تكون بس مقدمه عن المعدات العامه اللي نستعملها واحنا ليش نسوي اصلا الدايركشنال او دا نسوي الهوريزونتال درلينج، شنو المعدات الرئيسيه اللي نستعملها؟ ليش نسوي اصلا هذا الشيء؟ وباكر ان شاء الله راح ناخذ المشاكل المتعلقه بالدايركشنال درلينج وراح ناخذ ايضا شويه اشياء عمليه عن الدايركشنال درلينج فان شاء الله يا رب تكونون تستفادون من خلال هاي المحاضرتين هاي فد مختصرات عامه او رئيسيه راح ناخذها ان شاء الله خلال هاي المحاضرتين واللي راح تكون يعني ضمن كل الكورس ان شاء الله موجوده ضمن كل الكورس راح تلقون موجوده جزء من هاي الاشياء الموجوده راح تشوفون شنو هو الار اس اس شنو هو الدي ال اس مثلا شنو الام دبليو دي الال دبليو دي هاي تقدرون من حضراتكم تحبون تراجعون المحاضره مستقبلا مجرد ترجعون تشوفون هاي يعني خلينا نقول الابريفيشنز او المختصرات وتقدرون تعرفون هذا الشيء بالنسبه لمحاضرتنا ان شاء الله لهذا اليوم الهدف الرئيسي لها انا اريد اعرف شنو هو Horizontal وشنو هو الدايركشنال درلينج شنو فوائدهن شنو هو البي اتش اي اللي اني ممكن اللي هو المعدات الباتم هول باتم بر... هول اسامبل اللي ممكن استعملها شنو هو الازيموث شنو هو الانكلينيشن شنو هي الال دبليو دي والام دبليو دي وايش اقدر احسب من عندهن وشلون اخر شيء اني راح يفيدني هذا الشيء انه اني احفر الحفر المائل او الحفر الاتجاهي اللي اني اريده احنا اكيد كل هذا نسويه يعني هذا الحكي كله اللي راح نسويه هو بالنهايه إنه احنا نبحث عن النفط بس ليش انا دا ابحث بشكل مائل وليش دا ابحث بشكل افقي؟ شنو السبب او الهدف الرئيسي لهذا الشيء؟ هو امور ان شاء الله راح نتخذها هسه. لكن قبلها لازم احنا خلينا نقول نسوي تبويب او نسوي مراجعه سريعه للامور الرئيسيه اللي احنا نسويها اثناء عمليات الحفر الطبيعيه. انا اذا جيت اريد احفر اي يعني خلينا نقول اي بئر كان فراح تكون اكو عده operations اني ممكن تكون متضمنه لهذا الحفر. لازم نشوف انه هاي الاوبريشنز تمشي يعني بتسلسل معين خلينا نقول هاي حتكون وين بالابار العموديه لكن حتى هاي الابار العموديه هي جزء من هاي الاوبريشن اللي انا اسويها هو حيكون بالابار الافقيه فلازم نعرف بشكل عام شنو هي اساسيات هذا الحفر اللي انا اريد اسويه هذا الفيديو صراحه انا استعمله يمكن معظم محاضراتي اللي انطيها على موضوع الحفر اول شيء نجيب برج هذا البرج راح يساعدنا بحفر الابار مالتنا اول شيء نسوي ننزل بريمه وننزل الانابيب مالتنا نحفر اول بدايه البيع ورا ما نحفر اكو سائل حفر اكيد راح يطلع يطلع لنا الاوساخ والكوتينجز والفتات الصخرية كلها للسطح بعد ما يتم هذا الشيء نسحب الانابيب اكيد وننزل انابيب ثانيه اللي هي راح تكون انابيب البطانه انابيب البطانه هاي هي عباره عن انابيب الهدف من عندها تمنع تهدم البير وتحميلي هذا البير مالتي حتى انه لا يصير اكو تواصل بين الطبقات مستقبلا وحتى من انتج النفط اني هذا النفط المنتج راح يكون موجود ضمن خلينا نقول فد نظام مغلق لان اني ما اريد النفط مستقبلا يطلع من عمق 3000 او 4000 متر ويدخل الى طبقات اقل عمقا مثلا 2000 او 1500 فلذلك اني من احفر لازم يكون اكو انبوب بطانة اللي هو الكيسنج هذا الكيسنج عباره عن انبوب يدخل بموضوعه يعني موضوع الديزاين بيه كلش مهم اللي هو تصميمه انواع بهوايه وتفاصيل بهوايه الابار اللي راح احفرها شنو هي ويعني كل المؤثرات العوامل الخارجيه على هذا الانبوب راح تكون كلش مهمه بعمليه تصميمه ورا ما ننزل هذا الانبوب للعمق المحدد لازم نضخ اسمنت هذا السمنت يكون بداخل الانابيب مالتي مال كيسنج ويطلع للانيلاس للفراغ الحلقي هنا هذا ايش راح يصير عندي راح يصير عندي انه هذا السمنت راح يعزل عندي الطبقات الخارجيه عن الكيسنج اللي موجود حتى اقدر اني هذا الانبوب مال بطانه يطول وياي لاكثر فتره زمنيه ممكن. وهذا الشيء يعني موضوع فحص الكيسنج خلينا نقول بشكل عام وفحص هاي السمنت اللي موجود هذا يدخل ضمن موضوع يسمونه الويل انتجريتي اللي هو سلامه البئر او كماليته على المدى البعيد. وراها راح نجي نكمل عمليه الحفر لحين ما نوصل لمنطقه اعمق عن طريق استعمال بريمه بقطر اصغر. هاي البريمه اللي نزلت نفس الحاله الضغط ينحفر وتطلع منها وترفع الاوساخ للسطح. اكو وياها معدات شنو حتصير؟ شوف هاي المعدات اللي موجوده او الموجات اللي ترسل هاي عباره عن معدات يسموها الام دبليو دي ال دبليو دي وهاي المعدات هي الميجرمنت وايل Drilling واللوجنج وايل Drilling هدف هاي المعدات انه اني اثناء عمليه الحفر اقدر اعرف اتجاه الحفر اعرف درجه ميلان البئر وبنفس الوقت اني اقدر اعرف خصائص الطبقات اللي أنا دا احفرها وهاي حتكون كلش مهمه وين؟ بالحفر الاتجاهي او المائل، لكن هاي المعدات ممكن ايضا نقدر نستعملها بالحفر العمودي في حال ذا احنا ردنا نحصل على بيانات اكثر للطبقات اثناء عمليه الحفر. نمشي ونستمر بعمليه الحفر ونستعمل هاي الام دبليو دي أو لحين ما نوصل للتارجت المعين اللي احنا نريده، نسحب الانابيب هاي ونفس الحاله. نجي وراها شو نسوي؟ نسوي عمليه تسمى باللوجينج اللي هي عمليه جس وتب... عمليه جس ومعرفه خصائص الطبقات هذا اللوج راح ناخذ جزء من عنده ان شاء الله اليوم ايضا فكره عامه عنه نقدر نشيك خصائص الطبقات خصائص المواقع الموجوده بالطبقات نقدر نعرف كل هوايه معلومات من خلال اللوجات ضغوط تكسر الطبقه ضغوط البور بريشر اللي هو ضغط الطبقات كلها هاي نقدر احنا نقدر نتنبا بها ونعرفها من خلال اللوجات اكو تيستات ثانيه ايضا اللي بحصل لكن اللوجات راح تساعدنا بهذا الشيء وراها نفس الحاله ننزل انابيب البطانه مالتنا حتى نقدر شو نسوي نسمتها ايضا ونثبتها في مكانها بحيث مستقبلا اني من اجي اريد انتج من اي طبقه معينه ما راح اقدر انتج لان اني راح يكون عندي تسميت ويكون عندي وراها كيسنج اللي هو انابيب البطانه بعد ان تتم عمليه التسميت وننتظر السمنت هذا انه يصلب نفس الحاله راح نرجع وراها نشيك هذا التسميت نشوف هل هو فعلا تسميت هذا يعني موجود ما موجود صارت عندي بمشكلة مشكله ممكن السمنت اللي ضخيته اكو كهف بباطن الارض ودخل الى هذا هذا السمنت وبالتالي انا خسرت السمنت هيك يعني مثل ما يقولون فممكن هواي تكون مشاكل فشلون اشيك اني اسوي شيء يسمونه السي بي ال والسي بي ال هي السمنت بوند لوج ايفالويشن عملية تقييم للآصرة السمنتية اللي موجودة هل هي فعلا قوية لو لا ورا ما أكمل هاي العملية التقييم مالتي مال التسميت أسحب المعدات للسطح بشكل طبيعي واجي وراها لازم اني اشوف وين الطبقه المنتجه هسه انا كان عندي؟ كان عندي لوج عرفت الطبقات اللي بيها نفط وين وسويت وراها تتشيك التسميت وعزلت الطبقات هاي وكملت كل الامور مالتي هسه اجي اسوي منفذ بين الكيسنج والسمنت ويا الطبقه اللي بيها اويل حتى هذا الهيدروكربون هنا اللي هو كان نفط او غاز يدخل الى داخل البير ويطلع عندي للسطح حتى اقدر شنو انتج هذا الهيدروكربون اكيد راح ننزل ننزل يسمونه البيرفوريشنز اللي هي المثقبات او التثقيب عمليه التثقيب هاي اضمن انه هذا الكيسنج الفولاذي كلش والقوي يتشق يعني يخترق وايضا هذا الاسمنت الموجود يخترق ويوصل هذه الطلقات الموجوده الى داخل الطبقات راح يبدي يطلع عندي الهيدروكربون هنا هذا الهيدروكربون من يطلع راح يصعد عندي شويه شويه للسطح اسوي عليه فحوصات اسوي عليه يعني هواي امور اسوي تيستات اشوف مدى جوده هذا النفط هل يسوى انه اني اكمل حفر واستخراج و... النفط منه ولا لا؟ ورا ما اكمل كل هاي الفحوصات راح اجي وراها شو اسوي؟ احضر البير مالتي او اكمله لشنو؟ اكمله للانتاج. عمليه الاكمال احنا هنا هسه بير عمودي تختلف عن الاكمال بالابار الافقيه. كل العمليات اللي شفتوها هسه هنا تختلف ما بين يعني بشكل رئيسي تختلف ما بين الحفر بالابار العموديه والحفر بالابار الافقيه. حتى انت جاني من ناية لازم هذا النفق ما يبقى هيك ياثر لي على الكيسنج انزل انبوب انتاج انبوب الانتاج يسمون هذا يسمونه التيوبنج هذا التيوبنج اكو باكر هذا الباكر راح يعزل لي النفط الموجود هنا حتى شنو عن النفط اللي انه يدخل لهذا الأنيلوس اللي هو الفراغ الحلقي هنا ويبدي يدخل عندي هذا الفلود بداخل التيوبنج ويطلع للسطح وتبدي عمليه الانتاج اكيد بالنهايه راح نشيل البير ونخلي بد على الكريسمس او الاكس ماستري اللي هي شجره الانتاج وتنتهي هنا دوره حياه البير بس احنا كل هذا سويناه حتى نطلع الهيدروكربون زين اذا جينا احنا نريد نسوي يعني خلينا نقول تقييم عام للطبقات الصخريه العراقيه بشكل عام راح نشوف انه الطبقات العراقيه تختلف طبعا ما بين المناطق الشماليه ما بين المناطق الغربيه المناطق الشرقيه والمناطق الجنوبيه بالعراق يعني الشمال جنوب شرق غرب اكو اختلافات ما بين الطبقات بنفس الوقت احنا عندنا الحقول العراقية منتشرة انتشار كل يعني كبير في داخل العراق بشكل عام اويل اذا جينا على الحقول العراقية بشكل عام وجينا نتعرف على هاي الحقول طبعا نلاحظ هنا هاي معظم الخرائط اللي منشورة خلينا نقول هي خرائط توضح لي معظم الحقول العراقية رغم انه انا متأكد انه ان شاء الله مستقبلا احنا راح ممكن نلقي حقول عراقية أكثر من هاي بكميات كلش هواية دكتور محمد صالح الجواد يعني استاذنا والبروفيسور محمد الدكتور محمد صالح عنده محاضره اتوقع القاها ايضا في محافظه البصره قبل عده سنوات ذكر بها انه يعني احنا لحد الان بالعراق خلينا نقول معظم التركيبات الجيولوجيه بعدنا ما مستكشف فيها بشكل قوي واكو كلش هواية امور احنا بعدها بعدنا ما نعرفها لذلك هاي التركيبات الجيولوجيه والحقول الموجوده مثلا اذا جينا على حقل مثل حقل شرق بغداد حقل شرق بغداد يوقع بثلاث محافظات يوقع ببغداد وجزء منه بدياله وجزء منه ببغداد عفوا بالكوت وبدياله وبغداد هذا الحقل هو يعتبر حقل من الحقول كلش كبيره هذا الحقل يمر تحت مناطق سكنيه كلش هوايه وهاي المناطق السكنية اني ما راح اقدر افوت واحفر وين ما اريد، لان مو من المعقول انه احنا نجيب برج حفر وناخذ مساحة تقدر فد اثنين ثلاثة دونم حتى نسوي لنا موقع ونبدي نحفر به، وهاي تكون ضمن مناطق سكنية مأهولة بالسكان، ممكن يصير عندي بلو اوت، يصير عندي انفجار بالبير، ممكن يتسرب عندي غاز، ممكن يصير عندي واي مشاكل. لذلك اني ما راح اقدر احفر بهاي المناطق السكنية، هاي واحدة من الأشياء. الشيء الثاني احنا عندنا مناطق يعني بحيرات مائيه بالعراق بكميه جيده اذا في حال سوينا عمليه رصد زلزالي وجينا شفنا انه اكو حقل جوة وحده من البحيرات زيناني مو من المعقول اجي خلينا نقول مو من المنطقي اجيب بلاتفورم هاي المنصات البحريه واخليها بنص بحيره وابدي احفر او ايا كانت الطرق البحريه اللي موجوده فبالتالي اني هاي مناطق تعتبر مناطق صعبه الوصول حتى اودي برج حفر بيها بالاضافه لهذا الشيء احيانا ومثل دوله مثل العراق صارت بها الامور يعني خلينا نقول الحربيه هوايه والمشاكل السياسيه والامور هاي فصار عندنا اكثر من مره آبار تحترق او يصير بها مشاكل او تنقصف او او يظل النفط يطلع من عندها هذا الشيء اني كل اللي موجود يحتم علي انه استعمل في التقنيات اقدر اسوي الغاء او اقدر اتجاوز التحديات اللي هسه حكينا عنهن مال المناطق الماهوله او بحيرات موجوده في اماكن معينه او ابار صارت بها مشاكل ورد فيها فلازم نستعمل في التقنيات معينه حديثه نقدر نتجاوز بها هاي التحديات واللي هي من ضمنها الحفر الاتجاهي والحفر المال هاي الطبقات اللي موجوده احنا ايضا يعني بشكل عام ممكن اكو بعضها يعني خلينا نقول يكون سمك سمك هاي الطبقه قليل يعني مثلا احنا عندنا مثلا خلينا نقول بوحدة يعني انا يعني حسب ما اشوف صراحه ما اعرف مدى صحه هاي النظريه خلينا نقول لكن طبقه المشرف بتا... بشكل عام هي اكثر طبقه منتجه بالعراق وبالذات هي تنقسم الى ليرات بالذات اللاير مال ام بي 21 زيناني انا الام بي 21 فرضا فرضا هسه راح افرض هنا فرضيه طول هذا الارتفاع مال الام بي 21 كان 20 متر المنطقه اللي تطلع من عليه النفط زين هاي ال 20 متر بس من هاي ال 20 متر اني راح يطلع عندي نفط. زين اذا كان عندي اني حقل مثلا مثل حقل كركوك. حقل كركوك حسب ما اتذكر آه يعني هو يتكون من ثلاث اجزاء، الجزء الاول يسموه بابا، والجزء الثاني يسمونه افانا، قبب هي، قبه بابا وقبه افانا وقبه خرماله. هاي الثلاث اجزاء اللي موجوده فلنفرض انه اني عندي المنطقه اللي يطلع من عندها النفط مثلا 25 متر فرضا فاني اذا اجي اريد اطلع نفط مو من المعقول أن طول هذا الحقل، اتوقع مره يمكن بالويكيبيديا قريت يمكن بال 100 او 120 كيلو، فاني مو مية 120 كيلومتر كل كيلو اجاني احفر مثلا او كل كيلومترين مترين ابدي احفر بير وابدي استخرج نفط، احفر بير استخرج نفط، احفر بير استخرج نفط،, نفط. تحتاج كميه كلش كبيره من الابار. لذلك اني شو اسوي؟ تخيلوا انه احنا بدل ما نحفر بير نقطه هنا، نقطه هنا، نقطه هنا، نقطه هنا وهكذا، احفر مثلا بير واحد من هاي المنطقه يخترق الاسفل الطبقات لحد ما يطلع عندي بهاي المنطقه فأقدر شنو اني افقيا اسوي كروس سكشنال يعني كروس سكشنال بينتريشن لطبقات اكثر من طبق يعني لطبقه واحده لكن على مسافه كلش بعيده يعني نفس هاي الطبقه خلينا نقول الموجوده هنا بدل ان احفرها بشكل عمودي وانتج نفط بس من هاي فلنفرض 5 الى 10 امتار لا اجي ادخل بشكل افقي وابدي امشي على طول مثلا مسافه كيلومتر او كيلومترين فبالتالي شنو؟ منطقة اللي اقدر امتص من عليها النفط صارت بشكل اكبر. خلينا نتكلم شوية هسه بالموضوع اكثر حتى نبدا نفهم هاي الاشياء شنو فائدتها. بداية احنا عندنا ابار هاي الابار تكون يا اما دايركشنال اللي هي ابار مائله او تكون هوريزونتال، الهوريزونتال اللي هو الافقيه. اكو فرق بسيط بيناتهم انه اني البير الدايركشنال ممكن اني عندي منطقة وحدة مثلا على سطح الارض اقدر احفر بيها اماكن متعدده. فهذا المكان نفسه اني اجي اقدر ويل باد واحد فلنفرض يكون يعني طول هاي المنطقه الموجوده مثلا جزيره صغيره هاي الجزيره مثلا تكون اربعه او خمسه دونم اقدر احفر من عده اماكن وغالبا يكون المسافه بين كل بير هو بير على السطح تقريبا بين يعني سبع امتار انا اقل شيء شايف صراحه يوصل 15 الى 20 متر هي المسافه السطحيه ما بين الابار اللي تكون موجوده على السطح لكن اذا جينا على الاسفل راح نشوف انه بالاسفل اكو بير رايح على اليمين بير رايح مثلا على ال... على اليسار بير طالع باتجاه يعني احنا ناس هاي الصوره هي تو دايمينشنز او يعني مستويين خلينا نقول اكو 3 دي اللي هو يكون اذا جينا نشوف هاي الصوره كانه 3 دايمينشن من الاعلى راح نشوف انه اكو بير رايح باتجاه الشمال بير رايح باتجاه الجنوب بير رايح باتجاه الشرق بير رايح باتجاه الغرب، فبالتالي هي نفس النقطة لكن أني أوزع الآبار مالتي لأكثر من مكان. ليش؟ لأن عندي المساحة السطحية مغلقة. هذا الشيء وين موجود مثلا؟ اكو صراحة نسيت اسم الحقل اللي هو حقل صاير بالسعودية. سووا جزر اصطناعية على البحر وقدروا من خلالها يجيبون بير واحد يعني برج واحد أو برجين مثلا على مسافة أو مساحة سطحية جدا قليلة ويحفرون آبار دايركشنال عدة أماكن يستخرجون بها النفط. هاي واحدة من الاشياء اللي موجوده او مرات اكو نهر اكو فد نهر معين واني ما اقدر احفره يعني ما اجي اقدر احفر فوق النهر فايضا اني لازم شو اسوي احفر بئر ماء اللي مو يمشي من تحت النهر آه ممكن اني خلينا نقول آه اريد عندي بير وهذا البئر موجود خلينا نقول فلنفرض احنا هسه حاليا اني عندي عندي بئر هاي البئر نفس ما قلنا مثلا عندي حرب او عندي فد مشكله معينه وبدا يحترق شلون اطفيه اجي نفس الحاله أنا هذا البير فلنفرض موجود بهذا الاتجاه هيك هسه هذا بير فاجي هنا احفر بئر مائل لحين ما اتقاطع ويا هذا البير اثق يعني حقدر هنا أنا اتقاطع ويا هذا البير منا اضخ سوائل اضخ سائل حفر مثلا او اضخ مي حيعزل لي الهيدروكربون الموجود هنا شويه شويه عن الطبقات الاعلى او عن المناطق الاعلى ويطفى عندي البير ليش يطفى؟ لان احنا عندنا النار حتى تحترق لازم عندي ماده قابله للاشتعال ولازم عندي اوكسجين ولازم عندي شرار او نار او هيت الهيت سورس خلينا نقول فاني هنا اذا طفيت هذا يعني عزلت الهيدروكربون منه كانما اني اول شيء عزلت الاكسجين عن انه يجي هنا يحترق بعد يعني بشكل عام يدخل الى بدايه البير عزلت الماده الهيدروكربونيه انه تجي هنا توصل لهذه المنطقه حتى يتم الاشتعال وبنفس الوقت اني هذا الفلويد مالتي راح يبدي يبرد اذا كان اكو حريق معين او شيء هنا فاذا اني قدرت اتجاوز هاي النقطه في حال اذا اردت احفر ابار شنو؟ ابار دايركشنال. طبعا هاي وحده من التطبيق او عده تطبيقات موجوده لكن اكو هواي امور ثانيه احنا ممكن نستعمل على مدى دايركشن لكن هاي خلينا نقول الاشياء الرئيسيه. اذا جينا على الهورزنتال درلينج الهورزنتال درلينج هي عمليه حفر بئر مائل ادخل به بالنهايه بشكل افقي الى داخل الطبقه. وهذا الشكل الافقي اذا جيت اني أرد اشوفه راح يكون مثلا منطقه سكنيه وأحفر نفس ما قلنا عندنا حق الشرق بغداد يمر تحت مناطق سكنيه كل هوايه فاني اجي اتجاوز هذا الشيء فبالتالي اني احفر هوريزنتال حتى ادخل للمكمن مالتي دخلت للمكمن اني هاي الطبقه قلنا مثلا ارتفاع الطبقه منا لهنا كان 10 متر بس اذا حفرت بئر عمودي فنفرض هذا البئر كان عمودي منين راح انتج راح انتج بس النفط اللي موجود هنا فشنو اللي حيصير عندي راح انتج بس من هاي المنطقه اللي تسمى بالدرينج اريا الدرينج اريا اللي هي منطقه التعرض للانتاج لكن اذا جيت حفرت بئر افقي راح ادخل بشكل افقي للطبقه واقدر امشي حاليا عندنا الرقم القياسي بالعراق 1500 متر نقدر نمشي 1500 متر حتى نوصل يعني هذا يسمون المنطقه اللي انا حافرها خلينا نقول بداخل المكمن فهاي احنا هسه حاليا اللي هو اعتقد عندنا حاليا علنو وعندك شركه نفط الوسط قبل تقريبا يمكن شهر او شهر ونص انه اطول كروس سكشنال هاي احنا حفرناها قدرنا ندخل الى 1500 متر فهذا هو الرقم القياسي العراقي الحالي لكن بالدول الباقيه اكو ارقام اكثر من هذا الرقم فاذا اذا جينا نشبه هذا الشيء كانما احنا عندنا يعني هاي للتشبيه هذا المثل دائما احب يعني اضرب هذا المثال لان واحد يعني عمي اللي هو عدنان حميد اللي هو احد الخبراء النفطيين علمني هاي الفكره صراحه جنت مرحله ثانيه او مرحله اولى ومن يوم حفظتها. كانما القطع الصخريه هاي او الطبقات الصخريه هي عباره عن شرائح من الكيك مثلا وانت هنا عندك كريم فانت تريد تطلع الكريم اذا جيت يعني دخلت في الجهاز معين حاولت تسحب الكريم بشكل عمودي راح بس الكريم الموجود هنا لكن اذا دخلت بشكل افقي راح تقدر تسحب الكريم الموجود هنا كله. هاي الفكرة إن شاء الله راح تلقى بذاك ما متأكد ما راح تقدرون تنسوها أبداً. فبالتالي أني منطقة التعرف اللي أقدر أسحب بها هيدروكربون أكثر زادت. زين إذا جينا على الآبار بشكل عام إحنا نقدر نسوي أي شكل نريده. ممكن أني أنزل بشكل يعني عمودي بالبداية وأميل شوية شوية حتى أوصل وين؟ لمنطقة الإنتاج هاي. أو ممكن أني أجي هاي منطقة هنا عندي سكنية او هاي المنطقه احنا بالعراق مثلا عندنا عندنا يعني حتى الحقول النفطيه ممكن توقع بمناطق سكنيه وممكن مناطق زراعيه فهاي المناطق الزراعيه يعني اكيد حضراتكم تعرفون هي مملوكه لاهالي ومملوكه لناس فانا اذا كل شويه احول البرج مالي من مكان لمكان لمكان لازم ادفع مثلا اما ضرائب للدوله لازم ادفع مثلا ممكن اشتري هاي قطع الاراضي الزراعيه من الناس اللي اللي يملكوها، فاكو مشاكل هوايه. عندنا بالعراق ايضا مشكله هسه جديده باحد الحقول العراقيه بدت اللي هي المناطق الاثريه. الحقل هذا واقع على منطقه اثريه كلش كبيره وبيها اثار كلش هوايه لحد الان مو مستخرجه. فشي يسوون؟ منطقه واحده على الارض ويحفر نوع معين من من الابار بحيث يدخل ويميل لحد ما يوصل للبيزون اللي هي منطقه العطاء او المنطقه المنتجه للنفط. ايضا ممكن اني شنو اكو يعني اكو هوايه خلينا نقول من من الاشكال ممكن ادخل بشكل عمودي بالبدايه وبعدين ادخل لمنطقه البيزون بهذا الشكل او ممكن اني اقدر ايضا ادخل بشكل عمودي وادخل هنا بشكل مائل اكثر هوريزونتال اكثر هسه راح راح نشوف طبعا هاي التس... هاي الكل بروفايل من هاي البروفايلات اللي اخذناها للابار الى تسميه ان شاء الله راح ناخذها. زين من الامثله ايضا قلنا اذا أني اريد احفر مثلا منطقه سكنيه او احيانا احيانا انت نزلت تحفر وصلت هاي المنطقه مثلا اللي يصنعون هنا اللي توصل لهذا المكمن هاي المنطقة اللي وصلنا لها هنا احنا مثلا اللي صار عندي آني انه مثلا صار عندي استعصاب الانابيب صار عندي ستك بايب هاي واحدة من المشاكل اللي ان شاء الله باكر راح يعني ندرسها هذا الستك بايب اللي صار عندي ادى الى انه الانابيب تعصى عندي هنا فما راح اقدر اكمل حفره، زين اني حافر لي مثلا فلنفرض واصل لهنا 2000 متر وعمق البير مثلا 2500 هل من المعقول اني حافر 2000 متر اتركها هيك واطلع؟ لا اكيد. شو يسوون؟ يحفرون نوع من الابار يسمونه السايد تراك. السايد تراك هو انه اني اسوي خلينا نقول يعني استماله معينه بالبرج او عفوا بالبير، اسوي ميلان معين واقدر هاي المناطق اللي صار عندي استعصاء للانابيب بها اتركها وابدي اكمل بمسار جديد للبير. هذا المسار الجديد احنا نطلق عليه السايد تراك. او احيانا اكو طبعا حضراتكم اتوقع اكيد عندكم يعني خلينا نقول نظره معينه عن المكان النفطيه، احنا عندنا المصائد النفطيه اللي هي المكان اللي يتجمع به النفط تكون يا اما ستراكشرال اللي هي عباره عن فد اشكال معينه او ستراتيجرافيك ما ندخل كلش بالجيو بس بشكل عام مرات اكو طبقات مثلا قبب ملحيه. هاي الاملاح، الملح ماده خلينا نقول بيها فد ليونه بسيطه. هاي الليونه بمجرد ما تصير هزات ارضيه بهاي المنطقه، وهاي الملح هذا يلقى فد منفذ للاعلى راح يبدي ينضغط بسبب فعل ضغط الطبقات الجانبيه ويبدي يدخل بداخل هذا التشقق اللي صار مثلا، ويبدي يصعد. هذا الصعود مال الملح يسمونه السولت دوم، اللي هو القبه الملحيه. على اكتاف هاي القبه وعلى جوانبها يتجمع النفط لان يكون مكان مناسب لتجمع الهيدروكربونات. هذا واحده من المصائد النفطيه الموجوده. فاني اذا جيت حفرت من الاعلى منها من الاعلى وجيت حفرت في دبير معين فلنفرض ان أنا جيت خلينا نقول البرج مالي هنا كان وجيت احفر منه بشكل عمودي حتى اطلع النفط. هذا الملح اللي موجود راح يسبب لي مشاكل بالحفر كلش هوايه. اول شيء هذا الملح تكون له قابليه على نفس ما قلنا انه هو ليونه معينه عنده فراح يبدي يدخل داخل البير يتهدم عندي. او يدخل داخل البير يسوي لي ستاك بايب ليش؟ لانه اني هذا الملح هو فد ماده مضغوطه خلينا نقول الى حد معين غالبا المناطق الملحيه يعني هم فد معلومه لحضراتكم انه تسوي لي مشكله بالحفر اللي هي الابنورمال بريشر زونز منطقه ضغطها كلش عالي يصير فاني هاي المنطقه ضغطها عالي حتسوي لي مشاكل راح ابدي اصرف كيسنج اكثر ممكن يعني بها هواي يعني. اشياء فبدال هاي اجي احفر ما ماء الهورزنتال وادخل المكمن او مناطق بيها فولتس بيها تشقق يعني صاير بيها فوالق، وهاي الفوالق ايضا وحده من الاماكن اللي يتواجد بيها النفط واللي تكون ايضا كترابس، تكون يعني مصائد نفطيه. فاني ممكن حتى اتجنب الفولت اللي ايضا راح يسوي لي مشاكل من عندها مثلا فقدان سائل الحفر وغيرها وتصير عندي مشاكل كل شوي اسوي هذا الشيء. قلنا منطقه بحريه واجي اني احفر هنايا اوصل لهي المنطقه. اعتقد بهولندا عندهم حقل اسمه استغفر الله نسيت الاسم لكن بهولندا موجود عندهم حقل قريب على الشاطئ فيحفروا له بهذه الطريقه ان اكسسبل لوكيشنز مصانع مباني مرات اكو جبال يعني تخيلوا هنا هسه اكو جبل زين شلون راح اوصل لهاي المنطقه هنا عندي منطقه بسيطه احفر هوريزونتال واوصل لهذا المكمن لان الجبل هنا حيسبب يعني شلون اخلي البريد وش راح اسوي وشلون احفره والى اخره من التفاصيل الممكن تكون اكو واحدة من التطبيقات الحديثه ايضا لموضوع الحفرة الاتجاهي والمائل اللي هو يسمونه المالتي ليترال ويلز عباره عن فد مكان بفد اربع خمس حقول بباطن الارض قريبات وانا عندي بالبحر دا احفر منصه بحريه من نفس المكان اجي اني احفر مثلا حفره وحده مثلا ممكن تكون لكن هاي الحفره الوحده اودي بير من هنا اودي بير لهنا اودي بير لهنا وهكذا اقدر انتج من اكثر من مكان او اكو ايضا الريليف ويلز اللي هو صار عندي بلو اوت او ممكن منطقه انقصفت او الى اخره من المشاكل اللي صارت ادت الى حريق معين باحد الابار فاحفر مائل ادخل على البير اضخ سائل حفر هنا امنع وصول الهيدروكربون للسطح وبالتالي يتوقف عندي الحريق. والسايد تراك اللي حكينا عنه المالتي ليترالز اللي موجوده قلنا طبقه واحده يعني بير واحد افوت اكثر من مكان ممكن اكثر من طبقه وهكذا. زين هسه نجي خلصنا من هاي التفاصيل هسه نرجع بس بشكل بسيط لموضوع البروفايلنج هذا عندي فيرتيكال ويل well. اذا جيت من الاعلى ودخلت للمكمن بهذا الشكل حيكون هو هذا يسمونه الجي شيب هذا نوع ثاني او بروفايل ثاني اذا جيت من الاعلى ونزلت لحد ما اوصل للمكمن مالتي هذا يسمونه الاس شيب ويل well. او هذا اللي يكون هو الهوريزونتال ويل well. فاكو جي شيب اكو اس شيب يعني اكو فيرتيكال ويل well، اكو هوريزونتال ويل well. هاي هي تقريبا الاسماء الرئيسيه للبروفايلات الموجوده. اذا جينا على مثلا اول نوع اللي هو أه اللي موجود ويانا يعني بالصوره، انا يعني مثلا جيت اوصل اريد اوصل لهاي المنطقه بشكل بسيط جدا. انا ايش راح يصير عندي؟ حيصير عندي هذا الفيرتيكال سكشن المنطقه خلينا نقول او الحفر العمودي. لهنا وابدي اني اميل شويه شويه بالحفر. هذا الميلان هاي اول نقطه يسموها الكيك اوف بوينت اللي هي منطقه بدايه بناء الزاويه. هاي المنطقه اللي ابني بها زاويه طول منطقه البناء يسموها البيلد اب سكشن، يعني منطقه بناء الزاويه او او مقطع بناء الزاويه. زين، نهايه البناء يعني اكو منطقه انا بعد ما ابني بها زاويه ابدي اثبت الميلان مالتي، هذا التثبيت مال الميلان يسمونه التانجنت سكشن، منطقه ثبات الزاويه، وهذا هو التارجت اللي انا اريد اوصل له. هاي ليش اكو طبعا احنا مرات حتى منطقه الكيك اوف بوينت بالديزاين اكو طبقات لازم ما اقدر اني ابني بها زاويه اكو طبقات لازم اثبت بها الزاويه اكو طبقات مثلا اريد اخلي بها ايه يعني انا مثلا عندي هذا البير اريد اخلي بيه اي اس بي إيه اخلي بيه مضخه فالمضخه مثلا خو اخليها في مكان بي ميلان عالي اكيد لا لازم الميلان ما يكون مناسب وهكذا فموضوع الديزاين مال الويل يكون به هوايه تفاصيل وهوايه امور الجي شيب قلنا راح يكون باكثر من تفصيله يعني حيكون يكون بين فيرتيكال سكشن كيك اوف بوينت منطقه البناء هذا البيلد اب سكشن مكان بناء الزاويه اند اوف بولت سكشن نهايه البناء هذا التانجنت سكشن منطقه الاستقراريه خلينا نقول بالبناء او المنطقه اللي يكون الزاويه مالتها ثابته وراها عندي دروب سكشن منطقه تبدي تنخفض بها الزاويه او تقل حتى ترجع عموديه هاي هنا يسموها الستارت اوف دروب وهذا هو الاند اوف دروب للدروب سكشن وهنا يكون عندي هاي المنطقه هولد متوقف الزاويه بها البناء وهذا عندي التارجت اللي هو المنطقه اللي انا اريد اوصلها الجي شيب نفس الحاله حيكون كيك اوف بوينت ودخول التارجت وعندي بولد اب سكشن فاذا بشكل عام احنا عندنا هاي الانواع الثلاثه الرئيسيه بالنسبه للبروفايلز مال الابار زين هسه احنا نجي نريد نبدي نحفر هورزنتال انا عندي عندي تسلسل للانابيب ينزل الى داخل البير هذا التسلسل مال الانابيب اللي راح ينزل اكو معدات انا راح استعملها يعني اول شيء اكيد عندي بريمه وهاي البرايم اكيد حضراتكم تعرفون تنقسم الى هواي تقسيمات لكن احنا بشكل عام ماخذين يعني خلينا ال... نقول ال... يعني هاي ال... ال... البرايم الاساسيه انا يعني عندي الرولر كونز وعندي الفيكست كتر انه بريمه بها اجزاء متحركه وبريمه لا تكون قطعه واحده هنا مثلا عندنا البي دي سي هنا عندي الترايكون يعني كل هواء انواعكم بالبرايم احنا مو موضوعنا برايم، لكن بشكل عام نقول انه اكو برايم بها اجزاء متحركه واكو بها بيها يعني تكون قطعه واحده خلينا نقول. هاي لازم انا احددها لازم يعني حسب نوع الفورميشن اكيد انا راح اثبت هذا الشيء. زين احنا عندنا في الجزء بالتسلسل ما الانابيب اللي بالباطن الارض اللي نزل حتى نحفر. هذا التسلسل قلنا يسمى بالبي اتش اي اللي هو الباتم هول اسيمبلي. فاول شيء بي عندنا بريمه. فوق البريمه راح يخلون معده ثانيه. طبعا مو راسا اكيد ممكن اكو يعني فارق بينات انبوبه وانبوبين لكن بشكل عام خلينا نقول انه وراها اكو معده ثانيه تسمى بالستيبلايزر الستيبلايزر هذا عباره عن معده هاي المعده الطيني يعني استقراريه اثناء الحفر وبنفس الوقت بيها فوائد ثانيه هسه راح نشوفها ان شاء الله ورا ما نتقدم شويه بالماده وهاي الستيبلايزر طبعا يعني وراها لازم يجي فد انابيب يسموها بالدرول كولرز الدرول كلرز هي انابيب تثقيل هاي انابيب التثقيل تنطيني وزن على البريمه لان اذا ما خليت وزن على البريمه ما راح اقدر احفر شلون اقدر اني احفر وانا ما عندي وزن على البريمه وعتي. هذا الوزن مال البريمه انا احتاج اذا الى شنو الى درول كلر طبعا الاستيبلايزر قلنا يمركز لي الحفر الدرول كلر ينطيني وزن على البريمه والبريمه حتى اصلا هي تحفر وعندي بالاضافه الهن مواد ثانيه او انواع ثانيه ممكن من الاشياء اللي ممكن احفرها اكو مثلا عندي ريمرز اللي هي الرايمرات هاي اللي تنعم لي جدران البير مثلا عندنا الجارز اللي جارز اللي هي عباره عن اجزاء في حال اني استعصى عندي الانبوب هذا اكو بداخله في الجزء شلون السبرينج تقريبا خلينا نقول هذا السبرينج ينطيني فد شوك ويف فد يعني موجه للصدمه تصدم لي الانابيب فتساعدني بعمليه استخراج الانابيب الى الى السطح اذا صار عندي استعصاء وراها يجي عندي انابيب الحفر مالتي وانابيب الحفر ما تنقسم الى drill بايبس اعتياديه والى هيفي ويتد رول بايب يعني انابيب حفر لكن ثقيله الانابيب الثقيله شنو يكون اكو هيك يعني مواد اثقل بها الكابلنجز مالتها يكون شويه يعني اكثر سمكا مثلا وهاي طبعا موجوده بشكل عام وهم نستعملها بشكل عام احنا عندنا تقريبا تقريبا اقطار الانابيب اللي نستعملها بالحفر 5 انج و وخمسة ونص خمسة ونص وخمسة وثلاثة ونص تقريبا هاي الأقطار الرئيسية اللي ممكن إحنا نستعملها طبعا عندي أيضا بالبي اتش اي مالتي اللي هو الباتم هول اسيمبلي هواية يعني كروس اوفرز موجودة وهواية سب سبز موجودات مرات نحتاج نحول ما بين أقطار نحتاج نحول ما بين أشكال نحتاج نحول ما بين آه ثريد يختلف عن ثريد هاي الأسنان تختلف فأني أستعمل هاي الكروس اوفرز والسبز بالإضافة لهذا الشيء كل أنبوب إلى أكيد فد قوه معينه من التحمل اللي هو المينيموم تن... مينيموم يلد سترينث ومينيموم تنسال سترينث وهذا هسه اذا تلاحظون هاي الانواع اللي موجوده عندي احنا عندنا بالدرول بايبس الاس 135 والجي 105 والاكس 95 هذني يعني شوف آني هاي بس يشيل المعلومه على شوف هذا السؤال شلون يعني بيجيبوه مرات هذا ممكن يتساله بالمقابله لا تقدم على مقابله ومرات يسالوني سؤال شنو انواع الجريدز مال الدرول بايب فا يعني تحتاجون هيك معلومه وممكن لذلك صراحه حبيت اخليكم اياها لان سالته مره وحبيت يعني اذكركم به. اذا هذا البي اتش اي الموجود وتسلسل البيت وتسلسل الاستابلايزر الموجود وتسلسل الدرول كولرز اللي موجود راح ينطيني عفوا <applause> راح ينطيني شلون اني احفر يعني هسه هذا انا منزل أنا حفر ليش الحفر بهذا الاتجاه؟ ليش ما يروح هذا الاتجاه؟ وهكذا ليش؟ لان اني البي اتش اي هو اللي يحدد لي هذا الشيء. طبعا بشكل عام خلينا نقول اكو طرق قديمه للحفر الاتجاهي أكو طرق حديثه. الطرق الحديثه راح ناخذها ان شاء الله اليوم وراح ناخذ جزء يعني مهم بيها صراحه باكر، يعني باكر ما حتكون بس مشاكل، باشر راح تكون الطريقه نفسها مال الحفر الاتجاهي ان شاء الله راح تكون اكو عليها شويه يعني تعقيبات. لكن بشكل عام الطرق القديمه سابقا ما كان عندنا معدات مثل ما هسه موجوده وانظمه مثل ما هسه موجوده، فكانوا شو يسوون؟ اكو في الطريقه هندسيه بسيطه يعني خلينا نقول او أسيمبلي بسيط. الأسيمبلي الاول يسمونه البندوليوم والأسيمبلي الثاني يسمونه الفولك الفولكروم بشكل عام. انا اذا خليت أه، ستابلايزر هنا مثلا وخليت ستابلايزر هنا أه، وخليت ستابلايزر مثلا قبله، يعني هذا واحد واكو واحد قبله. فشوف هنايا المسافه ما بين البريمه وبين الستابلايزر حتخلي الانابيب هاي تميل بدرجه بسيطه. طبعا هذا السؤال هوايه من الشباب دائما يسالوه يقولون انه احنا شلون تميل هاي الانابيب؟ هذا الانبوب مال الحفر انا نزلت مره عليه فيديو الانبوب مال الحفر هذا تكون بيه قابليه طبعا لل... يعني خلينا نقول للميلان بشكل بسيط، لان هو بالنهايه انت صح هو فولاذ لكن هو مو يعني مو خلينا نقول فولاذ آه يعني صلب 100%، لا هو بيه شويه ليونه، بيفد مرونه بسيطه. فبالتالي بالبندوليوم اسامبلي يعني طريقه التسلسل للانابيب مالتي بي اتش اي بندوليوم حيكون عندي الاستابلايزر بمكان يسمح بانه مثلا هاي البريمه هنا اللي موجوده هاي البريمه الموجوده حتميل باتجاه الاسفل فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي دروب سكشن اللي هسه قبل شوي حكينا عنه فاقدر اني انزل على البير على التارجت مالتي اللي هو مثلا اني قبلها بنيه زاويه وراح اجي انزل اني على تارجت فانزل بهاي الطريقه اما الطريقه اللي هي الفول كروم هي طريقه بناء الزاويه ليش يحطون ستابلايزر بهنايه ويحطون ستابلايزر فوق البت مباشره ايش حيصير عندي اذا تلاحظون هذا الجزء اللي موجود ما بين الستابلايزر هنا الثاني وما بين الستابلايزر الاول حيصير عندي بي ميلان فحينطيني كانما اني اريد اسوي بولد انجل راح ابني فمن يبنون زاويه ينزلون كروم من يسوون دروب للزاويه ينزلون بيندولا لكن هاي العمليه يعني أني خوما خلينا نقول يعني وقت وقت حفر البير كلش مهم لان اني ما اريد يصير عندي شيء يسمونه الام بي اللي هو النون برودكتيف تايم اللي هو الوقت الضايع بالحفر. اني اذا اردت ابني زاويه وردت وراها بشوية اكمل حفر وانزل زاويه مالتي، هو اكو شوي انا ساحب الانابيب وأنزل انابيب، عمق البير مالتي يجوز 2000 3000 متر، هذا كله وقت. فشي يسوون؟ هسه يعني هاي الطريقه خلينا نقول كانت هي الطريقه المستعمله في بدايه الحفر الدايركشنال او بدايه الحفر الهورزنتال. وحده من الطرق القديمه يعني خلينا نقول بشكل عام. زين البناء نفسه انا اذا ردت ابني هاي ان شاء الله باكر راح نتناقش بهاي المشاكل، اذا ردت اني ابني اصلا زاويه بسيطه معينه فمو من المعقول انه اني هذا البناء مالتي مال الزاويه حيكون كلش عالي او يكون كل يعني احنا صح قلنا الدروب بمرونه بس مو من المعقول اني اخليه يصير بهاي الطريقه هسه هنا لا تلاحظون، يعني البير مالتي انا اريد يكون سموث، اريد الانابيب من تدخل وتطلع سموث، ما عندي مشكله. مو اني البير صاعد ونازل ورايح يمنا ورايح يسرى بمسافه قصيره لان الانابيب هاي اللي لي احنا نزليها حتى تحفر هاي الانابيب هم الها يعني فد مرونه بسيطه او خلينا نقول حد من المرونه. زين هذا الحد مال المرونه ما تقدر تتجاوزه لذلك اني لازم يكون عندي الهول اللي هو ميلان البير وانحناءاته تكون سموث وما تكون فجائيه يعني مو اني مثلا ب 100 متر حفر اسوي بناء للزاويه 10 10 درجات اكيد هذا الشيء مو منطقي يعني هسا راح نشوف ان شاء الله التفاصيل الموجوده من المشاكل ممكن يصير عندي انه اذا صارت هاي المشكله وانحناءات وصعود ونزول ممكن يصير عندي انقطاع بالانابيب طبعا بالحفر المائل ممكن يصير عندي اماكن يتلوث بها الطين بسبب وجود يعني بعض المشاكل ممكن الانبوب مالي يعصى لان يعني هذا ليش الانبوب هنا باله... بال بال بالبلد اب سكشن وبالهوريزنتال سكشن هذا الانبوب حيظل شلون ال... كانه نايم على الارض حتى لو احط ستيبلايزرات لكن يبقى اكو بأجزاء اجزاء ودرول بايبس مثبته على الارض فشي ممكن يصير عندي يصير عندي ستك بايب اللي هو استعصاب ممكن اني يصير عندي مثلا موضوع تنظيف البير يعني تخيلوا انت هنا بالحفر العمودي من تحفر البير هنا عندك الكاتينجز مالك موجود فيصعد للاعلى فهذا الكاتينجز دي يقاوم بس الجاذبيه الارضيه تقريبا الى حد معين هسه ما اريد ادخل بالتفاصيل لكن الى حد معين هاي الكاتنجز اللي انا من احفر بالاتجاه العمودي تقاوم لي بس الجاذبيه الارضيه لكن بالحفر الافقي راح تقاوم لي الاحتكاك الموجود وهاي الكاتنجز راح تبدي تنزل وتترسب فهاي مشكله فهواي مشاكل ممكن تكون موجوده احنا لازم نكون شنو نعالجها لذلك الـ الـ اثناء نزولي انا مثلا انزل انابيب ماتي البي اتش اي البي اتش اي ممكن يكون على قعر البير حتى يحفر يسمونه البيت اون بوتوم او ممكن دا اسحب اني فيكون البيت اوف بوتوم لذلك لازم انتبه انتبه لهذا الشيء من اني اكون منزل فد يعني امور معينه حتى احفر هذا البي اتش اي هو بي اتش اي ستريت هول يعني بير أرد حفره باتجاه عمودي مستقيم لا اروح هنا ولا اروح يسرق فيخلون بيت يخلون فوقه ريمار او ستابلايزر ممكن يخلي فوقه درول كلر فوقه ستابلايزر فوقه درول كلر فوقه ليش يعني حسب ليش دي يسوي هيك حتى شنو يمركز الحفر ويثقل الحفر باتجاه واحد بحيث ينزل حفر شنو حفر افقي عفوا حفر عمودي لكن نفس ما قلنا اذا رات حفر افقي إيه لازم يغير مثلا بال... بالستابلايزرات وبهاي الاشياء مالته واكو طبعا هسه حاليا سيميليشنات تسوي لك هذا الشيء وتقول لك خلي هيك خلي هيك خلي هيك ممكن اذا تحتاج لكن بشكل عام احنا هسه السيستم مال الحفر تغير عندنا بشكل كلش كبير اذا جيت على الباتم هول اسمبلي مال ايش مال الدايركشن احنا هسه جينا نحكي بشكل عام يعني خلينا نقول فيرتيكال الى دايركشنال بشكل بسيط لكن احنا بشكل عام اذا جيت اني اصمم اريد اصمم بي اتش اي لازم اني بالدايركشنال اخذ هوايه متغيرات بنظر الاعتبار لازم اشوف الطين مالي والهيدروليكس مالته يعني شلون الطين راح يطلع لي الكاتنجز للاعلى يعني قلنا ممكن يصير ترسب للكاتنج ويصير عندي مشاكل زين البريمه شلون راح تخترق الطبقات بشكل جانبي شلون اني راح ادخل للطبقات اللي اريدها يعني هو اكو تفاصيل احنا ممكن نقدر ندخل بيها الشون شلون راح ابني الطبقه؟ شلون راح اسوي الهولد؟ شلون راح اسوي الدروب؟ زين اني اذا جيت اريد أد... ابني بيش راح ابني؟ بيا معده، هل المعده مالتي هي معده قديمه، معده حديثه الى اخره من هاي الاشياء. راح استعمل الفولكرم برنسبل، راح استعمل مثلا الباكت هول، راح استعمل البندوليوم، شنو الشيء اللي راح اني استعمله حتى اقدر ابني ويعني و... و... انزل بالزاويه مالتي؟ كلها هاي راح تعتمد على موضوع الديزاين. موضوع الديزاين موضوع كلش واسع وان شاء الله اتوقع هو ضمن الكورس يعني مال موجود ان شاء الله انا يعني طلعت على من الشباب الموجودين بالاس بي اي راح تاخذون هذه الشغلات ان شاء الله الى حد معين من الاشياء المتعلقه بها. فممكن أدي اني اتحكم بالويتون بت اللي هو الوزن على البريمه واقدر اتحكم بميلان البير مالتي عن طريق خلينا نقول البي اتش اي مالتي بشكل عام اللي هو حيكون بندوليوم او فولكروم حسب اني شنو اللي يعني اريده بلد اب لو لو اسوي نزول. واكيد اكيد يعني انا يعني مو اجي اضيع الوقت مالتي اللي موجود واضيع التعب مالتي انه انزل الانابيب وجوه يلا اشيك البريمه واشيك كل شيء. اكو شيء يسمونه الشلوت تيست للبي او بي للبي اتش اي يشيكون كل البي اتش اي قبل لا ينزلوا اللي هي المعدات اللي هي خاصه بالحفر الافقي او الحفر المائل. خلي نشوف كم فيديو على هذا الموضوع بس شويه حتى ان شاء الله نحاول نفتهم الموضوع بشكل اكبر. اول شيء طبعا احنا حكينا عن الدرلينج جارز قلنا انه احنا بالبي اتش اي عندنا فد شيء يسمونه جار اللي هو يكون عباره عن فتشي شيء شلون خلينا نقول هذا ينطيني فد شوك ويف او شوك فورس اقدر اني تساعدني بعمليه شنو الهروب من المكان المستعصي اكو هواي شركات داخله بهذا الشيء شركه ناشونال اويل فاركو ان او في واحده من الشركات الرائده بهذا المجال عندهم مثلا هذا الجار مالتهم فلنفرض انه آني دا احفر وهذا الحفر طبعا مثل ما قلنا بالحفر الاتجاهي او الحفر المائل حتكون ممكن اكو طبقات يعني بها قابليه على التهدم اكثر. فما اقدر ابني بها زاويه مثل ما احب، ولا اقدر اني اسوي بها يعني عمليات صعود للزاويه وبناء بشكل قوي. فممكن توقع بهاي المشكله، فبالتالي حنستعمل هذا الجار اللي موجود عندي اللي هو اقدر اني افعله بطريقه معينه ينطيني القابليه على انه اني اقدر اسلط فد شلون موجه الصدمه خلينا نقول. بالسترنج مالتي اللي هو الانابيب مالتي كلها اللي موجوده وهاي الصدمه اللي راح تكون موجوده راح تنطيني اهتزاز معين لداخل الانابيب اللي موجوده جوا وهذا الاهتزاز اللي حيكون موجود راح يسبب لي انه اثناء ما اني اسحب هذا الجار مالتي مثلا حتصير صدمه. وهاي الصدمه اللي راح تصير راح تساعدني بانه اني الانابيب اللي نازله راح تبدي شويه شويه تبدأ يعني تنسحب من مكانها. لكن يبقى هذا سلاح ذو حدين لان ممكن شنو يسبب لك تهدم اكثر فيبقى هنا عامل الخبره يلعب دور كلش كبير بموضوع كيفيه تفعيل الجار لان هم اكو تفاصيل هوايه بالجار ممكن تكون موجوده لذلك لازم خصوصا بالهوريزنتال درولينج والفيرتيك والدايركشنال درولينج اكون جدا مهتم بهاي النقطه اللي موجوده من اني اصمم البي اتش اي مالتي الطريقه اني ممكن اقدر اسحب الانابيب مالتي للسطح بشكل طبيعي. زين اذا جينا بعدها مثلا احنا خلينا نقول على الهوريزونتال هذا آه يعني الفيديو صراحه حبيت اخلي بدايه الكورس لكن مجرد احنا نسوي فد سريع عن الاشياء اللي اخذناها انا عندي هذا البرج مالتي نفس ما قلنا وعندي طبقات موجوده في باطن الارض اريد اوصلها بشكل هوريزونتال يا اما اكو هنا مناطق سكنيه او مشكله او اني اريد استخرج نفط من منطقه الدرينج اريا كلش هوايه يعني قلنا بدل ما اني عمق 10 متر اطلع منه نفط اني حطلع نفط من عمق يعني او او ثكنس خلينا نقول بشكل عام هذا اللي حيكون منطقه المتعرضه للنفط يعني شوف النفط يجي منا يجي منا يجي منا يجي من الاعلى يجي من هاي المناطق كلها يبقى يطلع عندي نفط بينما لو انا جاي بشكل عمودي هذا الشكل العمودي حيطلع لي نفط بس من المنطقه القريبه من البير لذلك الهورزنتال درلينغ غالبا يعني يقال انه الانتاجيه تقريبا تكون ثلاث اضعاف البير اللي يكون بشكل عمودي وهذا ايضا واحده من الاشياء اللي موجوده الشروط اللي اللي حيكون موجود هو حيكون المعدات مالتي هذا الفيديو ان شاء الله سنرجع نرجع له لانه ورا ما نشرح الماد موتورز اللي موجود عندنا وشنو هو تفاصيله لذلك احنا حسب ما قلنا لازم نسوي تيست بسيط يكون موجود عندنا لموضوع البريمه مالتي عن آه البريمه هاي مالتي بشكل عام والانابيب الموجوده وياها واكو طريقه طبعا هسه راح نشوف ها شنو يسوون في بسيط يشوفون النوزلات يشوفون البريمه يشوفون كل شيء تمام عندي هذا قبل لا اني انزل الى داخل البير حتى احفر تمام هذا هو كان ويانا يعني. الشالو تيست والاشياء البسيطه اللي تكون متعلقه به زين أه شلون احنا ن... نب... هسه نجي نريد نصمم فشي يسمونه ال... يعني التراجكتوري التراجيكتوري غالبا هسه حاليا احنا اكو برامج متخصصه ببناء البير مالتي من اشهر هاي البرامج برنامج اسمه اللاند مارك، اللاند مارك تابع شركة هاليبرتون. اللاند مارك يتقسم ما محا يعني صراحه ما اتذكر بالضبط الرقم مال البرامج يعني 10 برامج 11 برنامج يمكن هيك شيء. وحده من هاي البرامج الموجوده شي يسمونه الكومباس وبرنامج المودات مثلا موجود ويل احنا نستعمل غالبا ببناء التراجيكتوري كومباس. الكومباس شو يقدر يسوي لي؟ يقدر ينطيني بالضبط البير مالتي شلون حيكون، يعني انا البير مالتي نفس ما قلنا اريد انزل 100 متر وراها اسوي بناء مثلا لمده 300 متر وراها ابدي ادخل هوريزنتال لمده مثلا 500 متر او مسافه 500 متر مو مده مسافه. فهذا البرنامج اني اقدر اصمم به هذا الشيء واشوف بالضبط شنو هو التسلسل اللي انا ممكن اقدر انزل حتى ابني المسار مال البير، يعني التراجيكتوري هو المسار. ونفس ما قلنا احنا اتجاوز ممكن اكو طبقات معينه اقدر ابني بيها ممكن اكو طبقات اني ما اقدر ابني بيها بناء على حسب اني شنو اريد ولازم نفس الوقت اني اخذ بنظر الاعتبار حتى اجي اني اقدر اسوي هذا التراجكتري اشوف المعدات هل اكو معدات الية تقدر تسوي هذا التراجكتري يعني مثلا احنا قلنا اذا ما نحط مثلا وزن كافي على البريمه اللي هو مثلا قلنا الويت اون بت اللي هو يجي منين؟ من الدرول كالرز مثلا اللي هي الانابيب ما التثقيل. هنا بمجرد ما اني اضغط من فوق الانابيب اريد احفر اكثر والبريمه مالتي يصير عليها وزن راح اشوف انه الانابيب مالتي تبدي تلتوي صحيح تصير مشكله. بينما اذا عندي يعني خلينا نقول وزن كافي على البريمه لا حقدر احفر البير مالتي بالشكل اللي انا احتاجه. لذلك يعني موضوع التصميم مالتي راح يبدي يدخل وراها برامج ثانيه مو بس برنامج الويل كات راح ابدي اصمم مثلا الكيسنج زي انا من اجي اسوي كيسنج ديزاين لازم أشيك الانابيب مالتي كلها اللي راح انزلها لان هاي الانابيب تكون تتحمل ولها القابليه على انه تصير بيها هذا الميلان وتقدر توصل للتارجت المعين مالتي يعني احنا ايش عندنا؟ احنا عندنا بير على السطح هذا البير على السطح بيه احتافيات نورثينج وإستينج. ولازم عندي تارجت بباطن الارض عمق ونورثينج وايستنج له فأنا اجي من اصمم البير يعني مثلا جاني ابو اللي هو قسم مثلا الشخص اللي اللي مسؤول عن مكان المكمن هذا انطاني فالتارجت بباطن الارض وقال لي انت هذا العمق انت هذا المكان اللي لازم تحفر من عنده فاني اجي اصمم بالبدايه بالكومباس التراجكتري اللي هو مسار البير هو راح يصمم لي من هنا بناء على فد امور معينه فاني مثلا يقول لي لازم حتى توصل لهنا انت لازم تبني وقلت له انا مثلا اني من هاي الطبقه لازم ابدي بناء الزاويه اللي هي مثلا خلينا نقول امر الضومه أو مثلا خلينا نقول أه يعني أيا يعني كانت الطبقة. فأنا بديت أرد أبني من هذه الطبقة أه شنو أبدي ابدي بناء الزاوية حتى أوصل لهذا التارجت. البرنامج شو يقول لي؟ يقول لي يا حتى تسوي هذا الشيء أنت يحتاج لك أنه تسوي ميلان اللي هو البلد أب سكشن بزاوية ثمانية. إحنا عندنا زاوية ثمانية زاوية كلش كبيرة هسه راح تشوفون إن شاء الله بنقدم بالسلايدات. ثمانية كلش زاوية عالية. فأنا أشوف أنه هذا مثلا مو مناسب. فأجي شو أسوي؟ أجي لازم أني أسوي تشيك للم... لل لكل الامور المتعلقه البايبات اللي انزلها المعدات اللي انزلها راح تتحمل هذا الشيء ولا لا؟ وطبعا اكيد حضراتكم تعرفون انه بشكل عام اي بايب انا اريد اصممه اصممه على ال... القوى اللي ممكن يتعرض لها او اللودز اللودز اللي موجوده. هاي اللود ممكن اني انبوب اريد سحبه او انبوب دا نزله حيتعرض الى تنشن يتعرض الى شد. او ممكن اني نزلته بشكل سريع واصطدم بقعر البير وصار عليه من فوق ضغط فيصير كومبريشن صار ضغط. ممكن اني كطين حفر او ماده بداخله ممكن هذا الانبوب ينشق من الداخل فيصير بي البيرست او ممكن اني هذا الانبوب اكو قوى خارجيه تسلط عليه اللي هو السمنت او الطبقات اللي موجوده ويصير بي كولابس او احيانا اني دا افر بشكل قوي ويصير بي تورشن اللي هو عمليه شد او عزم دوراني للانبوب او ممكن اني احيانا يميل هذا الانبوب فهذا البيندنج حيدخل بشكل كلش كبير بموضوع الديزاين يعني ما اجي بايب ما إلى قابلية على أنه يصير ببندينج بالدرجة اللي أنا أريدها هذا الشيء سبب لنا مشكلة مرة أنه إحنا بير صار بي اب سكشن عالي فبسبب يعني مشكلة صارت هي في وقتها فاللي صار أنه إحنا البيندنج مالتنا صار عالي فاضطرينا الى الى انه احنا نسوي يعني ما قدرنا ننزل الانابيب ماركيسينغ مالتنا وصار بها استعصاء فاللي صار وراها انه احنا ما صار عندنا استعصاء بالانابيب سحبنا وسوينا سايد تراك حتى نتجاوز هاي المشكله لذلك انا لازم ابحث موضوع البلا الالاستيك خلينا نقول الالاستيسيتي اللي ال موجوده بالماده والالاستيسيتي هي مدى المرونه اللي يتحملها الجسم قبل ان يصير بتشوه التشوه اللي هو الديفورميشن ال يعني الماده مثلا انا جبت اللي هو المطاط هذا الحزام المطاطي مال الفلوس اللي احنا بالعراق نسميه لاستيك لاستيك مال الفلوس الى حد معين وراها اذا سحبته اكثر من يرجع يريد ياخذ الاوريجينال شيب مالته شكل القديم مالته ما يقدر ليش؟ لان صار اكو تغير بالماده صار ديفورميشن الماده نفسها تمددت الى فدو وضع ما تقدر ترجع به مثل ما كانت حتى الحديد عنده هذا الشيء اللي هو يوصل اذا انا سحبته مثلا منه ومنه راح يوصل الى منطقه يصير به هيك فما يرجع هذا الشيء ما يقدر يرجع بعد به لذلك انا لازم ايضا اخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار من انزل انابيب مالتي واسوي لها ديزاين زين انا جيت اريد هسه وراها احفر اكيد انا شنو اللي عندي؟ عندي تورك ودراج. التورك مثلا هو القوه اللي انا احتاجها حتى اقدر اسوي دوران للانابيب مالتي. وبنفس الوقت اذا صار احتكاك خارجي ويا الانابيب راح يزيد عندي التورك. زين التورك هذا وين حيكون موجود؟ شوف اذا رجعنا للهوريزنتال درلينج احنا هنا بشكل عام الصوره اللي كانت أه... صراحه ما اعرف وين صارت الصوره اي هاي. صورة مال المشاكل اذا تلاحظوها. اي هاي الصورة. اني من دا انزل هذا الانبوب بالهوريزنتال سكشن حيصير به كلش احتكاك عالي ويا جدران البير. هذا الاحتكاك العالي اللي راح يصير راح يزيد لي التورك اللي هي القوة اللي اني احتاجها حتى شنو اقدر ادور الانابيب. الكاتنج هذا من يبدي يزيد راح يزيد لي التورك اللي هو الاحتكاك خلينا نقول فاحتكاك اللي حيصير على الانابيب زايد فبالتالي القوه اللي احتاجها حتى ادور الانابيب راح تكون اعلى لذلك هذا الموضوع ايضا لازم اني اخذ عمليه التصميم بنفس الوقت الدراج اللي هو الزياده بوزن الانبوب من اني اجي اسحب من اكو اوساخ داخل البيض واجي اني ارد اسحب فهي راح تعيق سحب ماتي فيصير عندي الدراج لذلك هاي ايضا لازم من الاشياء اللي اني اخذها بموضوع الاعتبار خلينا نقول في موضوع الديزاين لذلك انا من اصمم لازم اصمم التراجكتوري اللي هو الميلان البير مالتي والمسار مالته اصمم مثلا الاطيان مال الحفر اللي استعملها اصمم البايبات اللي راح انزلها اللي هو ديزاين واصمم عمليه الحفر نفسها اللي هو التورك اند دراج مثلا المشاكل اللي ممكن تصير من خلالها وهكذا فهاي الاشياء الرئيسيه اللي احنا لازم ننتبه لها يعني هاي يعني صراحه بدنا نحكي كلش اساسيات الاساسيات يعني موضوع الديزاين للامانه بكل كل شوي تفاصيل ويعني سبحان الله اذا شايفين واحد مرات من شغله من الخارج يشوفها سهله لكن بمجرد ما يتعمق شوي حيشوف انه الموضوع بحر أه... يعني قبل فتره اتخيل انه موضوع الدايركشن يكون ممكن سهل الموضوع الديزاين بسيط لكن صراحه طلعت بيه كميه هائله من التفاصيل المؤثره فاحنا بدنا نحكي هسه عشر هاي الامور اللي موجوده اذا انا هسه جيت أرد احفر حددت التراجكتري مالتي حددت مسار البير حددت الميلان حددت هاي الامور اجي اشوف المعدات مالتي راح تستعمل بشكل عام حيكون عندي بريمه حيكون عندي ستابلايزر حيكون عندي درول كلرز حيكون عندي انابيب وحيكون عندي البرج مالتي زين هذا يسمونه اللي هو الطرق القديمه بشكل عام بعمليه الحفر التجاري. الطرق اللي خلينا نقول اللي هسه بدات شويه تدخل للموضوع يعني هذا الدرول كلرز اذا استعملت بس درول كلر وستابلايزر هذا يسمونه الكونفنشنال روتري بي اتش اي اللي هو الحفر يعني خلينا نقول المائل الطبيعي اللي هو الحفر التقليدي خلينا نسميه كونفنشنال التقليدي. الطرق الحديثه عفوا الطرق الحديثه بدات تدخل بها امور اكثر. يعني اكو اول شيء في او معدات نقدر نستعملها يسموها الستيرابل موتور اسيمبلي اكو طريقة احدث بعد من عندها تسمى بالروتري ستيرابل سيستم الار اس اس هذا كلش مشهور هسه بالعراق واكو طريقة احدث بعد يسموها الانتليجنت الاي ار اس اس اللي هو الانتليجنت روتري ستيرابل سيستم هاي هسه ان شاء الله راح ناخذ نظره كلش عامه عليهن وباشر راح ندخل شوي اكثر ان شاء الله بالتفاصيل مالتهن وراها ندخل بالمشاكل ان شاء الله. زين اني جيت هذا بالتالي ايش حيصير عندي اني هسه يعني احنا اذا جينا يعني خلينا نقول شويه ناخذ تفاصيل اكثر مو الا كله كونفشنال نفس ما شرحنا اللي هو نستعمل به الفولكروم والبندوليوم اسمبلي آه لا آه ندخل شويه بالستيرابل موتور وبالار اس اس. بشكل عام انا يعني حيكون عندي مطار اللي جوا وفوقه اكو ستابلايزر هذا الستابلايزر لازم ما يدور يعني شلون يعني احنا من نجي نحفر بالكون الطاقه الدورانيه مالتي مال الانابيب منين تجي تجي من البرج نفسه احنا البرج ايش عندنا هنا بي عندنا مطار هذا المطار اللي يحفر يسمونه التوب درايف هذا التوب درايف يفر لي الانابيب كلها من الاعلى لحين ما اصل لهنا هذا بالكون روتري بي اتش اي بالموتور لا بالموتور صار اكو تحديث انه هذا راس البي اتش اي اللي هو البريمه هنا اكو فوقها موتور يقدر يفرها وحدها بس البريمه تفتر وبالستيربل سيستم نفس الحاله بالار اس اكو صارت تبدي تدخل بالموضوع زين هذا هنا مثلا هسه نجي اذا اريد ناخذ الاستيربل موتور سيستم هنا اكو قبلها شنو فشي يسمونه البنت هاوزنج او البنت سب انه اني ما عندي ستابلايزرات استعمل البندوليوم او استعمل الفولكروم لا. استعمل بشكل عام فد انبوب موجود هنا، هذا الانبوب واني موجود على السطح اقدر اسيته على زاويه معينه. يعني مثلا اني اريد احفر هذا المقطع خلينا نقول بزاويه ثلاثه ثلاث درجات. فحسيت هذا من نا سب على ثلاث درجات موجوده. هسه ان شاء الله راح تشوفون فيديوهات وتشوفون اشياء عليه راح تفهموا بشكل افضل ان شاء الله. فاذا اني صار عندي ماطور وحده يتحرك. هذا الماطور لوحده يتحرك اقدر من الاعلى يكون شلون يتحرك وحده؟ هي هنا الفكره. يتحرك عن طريق قوه ضخ الطين، يعني الطين انا مو ابخه راح يساعدني بتحرك شنو؟ بتحرك هذا الماطور، شلون؟ خلي نجي على الاجزاء اللي موجوده هنا، زين. انا عندي شنو؟ عندي هذا هو المطار اللي راح اجي اني احفر به بشكل عام لندخل كلش تمام هذا المطار اللي راح احفر اني به اكو بداخله في جزء مثل هذا ده تشوفون هاي الاجزاء شلون صار يعني الطين يدخل منها راح يمر عبر هاي الاجزاء المائله هذا الجزء يسمونه الروتر والجزء الثاني هذا هذا يسمونه الستيتر اللي هو يكون ثابت هناش عندي عندي البنت سب اللي هو الـ الـ الانبوب اللي اقدر اسيته على الدرجه شوف يسيتوه يفروه يسيته مثلا يا بالبناء ما حيكون درجه ونص حيكون نص درجه حيكون درجه ثلاث درجات وهكذا يقدر يسيت البنت سب على درجه ميلان بسيطه كلش هاي درجة الميلان مالتي تكون مصممة غالبا تكون مصممة على انه اني مثلا احاول احافظ على بناء زاوية غالبا مثلا ثلاث درجات لكل 100 متر او عفوا لكل 100 قدم لكل مئة قدم، انا احاول احافظ على ثلاث درجات مالتي مثلا. فاذا ايش صار عندي انا؟ صار عندي ماطور. هذا الماطور موجود بيه هاي الاجزاء اللي هو موجود عندي الروتر والستيتر. وموجود فوقها شنو اكو بين ساب اللي هو فد انبوب شويه يكون به ميلان بسيط درجه درجتين ثلاثه يعني تلاحظون هنا ما تبين يعني شبه ما تبين هاي الدرجات ترى درجه ودرجتين وثلاثه كلش قليله. فلذلك شبه ما تبين. يسيتوها من الاعلى بعدين يجون يربطون الانابيب هاي سويه حتى يبدون ينزلوها فيجي الحفار اكيد راح يساعدهم ويابا ربطوا هيك ربطوا هيك شيك وسووا زين هسه نجي على هذا الروتر والستيتر اللي موجودات جوا شلون يشتغلن طبعا نفس ما قلنا قبل لا انزل الأنابيب راح سوري عذرا طلع من جديد طبعا روتر اند آه... ستيتر تمام هذا هو الروتر والستيتر اللي يكون موجود عندنا الطين من راح يدخل بالداخل راح يمر قلنا عبر هاي الحزوز اللي موجوده هاي الحزوز اللي تكون موجوده من الطين يدخل بداخلها ويمر بشكل سريع حيؤدي لانه هذا الجزء شو تصير به اتحر... تحولت الحركه او القوه الدافعه للطين الى طاقه دورانيه. هاي الطاقه الدورانيه ايش راح تسوي لي؟ هاي الطاقه الدورانيه مالتي راح تسوي لي انه هي تفر عندي شنو؟ تفر عندي ال... ال... البريمه مالتي. فاذا نجي نقول بي PDM... موتور، عفوا طبعا هذا الفيديو اللي راح استوى ما شلون شلون اختفى من قدامنا. هذا الموتور اللي كان موجود اللي شفتوه هذا راح يكون آه 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 راح يصير بيه دوران فبالتالي يبدي شنو يدور يعني اقدر شو اسوي اني هسه بعد تلاحظون دوران هذا الانبوب او هذا الماطور مالتي ما صار بدون دوران الاجزاء الباقيه فش صار عندي هنا بهالحاله اني صار عندي انه اني البريمه وحدها اقدر افرها وحدها بدون ان استعمل شيء ثاني وياها فاذا ايش صار عندي صار عندي اني بريمه عندي فوقها ماطور هذا الموتور اكو بداخلها روتر وستيتر يفترن هاي اثناء دوران الطين يجي بسرعه قويه وبقوه ضخ عاليه فهاي البريشر وال... والفلورايت العالي مال الطين حيؤدي الى انه هاي الاجزاء تتحرك فمن تتحرك ليش؟ لان الطين قلنا يدخل بشكل يعني مائل فمن يبدي يتحرك راح شنو اللي يصير عندي؟ راح يبدي هذا جزء يفتر ويدور وبالتالي من يفتر ويدور يدور عندي الماطور. واذا تلاحظون هنا هذا الروتر اكو بيه اجزاء يعني شلون الاجزاء هنا موجوده هذني الحواف اللي تكون موجوده او الحدود هاي الحزوز تكون اقل من الستيتر بواحد يعني الستيتر غالبا تكون باماكن او مكان اكثر من هذني ليش؟ حتى هذا الروتر يقدر يستدعى فبالتالي انا ايش راح اقدر اسوي؟ راح اقدر ادور انابيب الحفر الطريقه <applause> <سؤال> أه يعني أه أه من... تمام فاحنا هسه هنا ايش قدرنا نسوي؟ قدرنا نضخ طيني من الاعلى يفتر عندي الروتر بداخل الستيتر يفر لي شنو؟ البريمه وحدها هذا الشيء كلش حيكون شنو مناسب الي. هذا هو ايش حيكون؟ حيكون هو اول يعني او مو اول جزء هو خلينا نقول تقريبا اول جزء يعني انا عندي بريمه فوقها ماطور راح يكون فالماطور حيكون هو هذا هاي طريقة عمل الماطور، أضغطني بشكل قوي، اكو روتر وستيتر يفترن، حيفرن لي بس البريمة واحدة، زين، هذا أول شيء موجود. أنا ايش عندي بعد لي جوا موجود؟ موجود عندي فد معدات آه ثانية اللي هي أقدر أقيس من خلالها الزاوية. يعني انا من راح أنزل أبدي أحفر مائل. فأني حكون يعني كأنهم غمض عيوني، ما أعرف ايش يصير جوا. لازم تكون عندي معدات. تقدر تقيس لي زوايا الميلان بشكل عام ما كمال البير هذا اصلا انا يعني شو مدري أنا رايح باتجاه الشرق رايح باتجاه الغرب هاي بالنسبه لاتجاهي اكثر من هذا انا يعني شلون مش مدري زاويه الميلان يعني انا يعني قلنا نريد الميل احنا غالبا من من حاول الميل اكثر من 6 درجات لكل 100 قدم ال 100 قدم تقريبا 30 متر فخلينا نبسطها نقول ثلاث درجات الزاويه مالتي تكون لكل 30 متر تقريبا زين اني ما يصير اميل يعني مو ما يصير ما اقدر اميل اكثر من ست درجات فشنو شلون راح اعرف انه أنا ما عملت اكثر من ست درجات؟ اكو عندي معدات بداخل بالداخل هنا هي معدات قياسات تعطيني اتجاهي وتعطيني ميلاني، هسه راح اشوف تفاصيل مالتي ان شاء الله، لكن هسه احنا ناخذ والله يعني. هاي المعدات الموجوده هنا غالبا يكون اكو وياها ميموري يخزن واكو باتري يعطي طاقه لهذا الشيء، واكو وياها معدات ثانيه تسمى بالنون ماجنتيك يعني معدات تمنع المغناطيسيه الموجوده حتى لا تاثر المغناطيسيه الارضيه وال... يعني اكو شغلات ارضيه خلينا نقول معادن لا تاثر لي على القراءات مالتي. وبنفس الوقت اني اريد اعرف شلون راح اقدر على السطح افتهم الزاويه والميلان. يعني احنا عندنا بس طين ودا نضخه بداخل انبوب. شلون راح اقدر اني على السطح اعرف اني القراءه هاي ايش قد؟ ايش مدرين يعني؟ شو راح يسوون؟ راح يسوون انه هنا الطين مو ينضخ ويرجع عندي للاعلى منين؟ من هذا الخط مال الراجع اللي هو يسمونه الروتير لاين. بنفس الوقت من ينضخ هنا قبل لا يدخل لي يعني الطين للتوب درايف ويدخل بالانابيب اكو هناك شيء يسمونه الستاند بايب الستاند بايب مانيفولد هذا المانيفولد هو المكان اللي يجي بيه الطين من المضخات ويدخل يصعد للتوب درايف وينزل بداخل الانابيب وبعدين يطلع من البريمه ويرجع لي الانابيب هاي اكو بداخلها فتش في معده يسموها البولزر البولس هي استغفر الله باللغه العربيه البولس هي النبضه النبضه هاي اكو بالداخل هنا في شيء يسمونه البولزر اللي هو ينطي نبضات زين خلينا نرجع شويه بالزمن الى عام 1900 و 19 او خلينا نقول 18 لو الحرب العالميه الاولى شو كانت بدت؟ 19 اعتقد. اعتقد الصوت المفروض يكون اكو صوت عند حضراتكم ان شاء الله من هذا الفيديو. اذا تلاحظون هاي ايش قاعد تسوي؟ تمام بس اتوقع اهم شيء الصوت كان موجود عندكم لان هو هذا لازم نعتمد على الصوت حتى نفهم بهاي الفكره. اذا احد من الشباب بس تقدرون ان شاء الله بالشات بوكس نعم موجود تمام. زين. أه... هاي نعم قديمه عموما يعني اتمنى يكون الصوت واضح عندكم مال هذا الفيديو. هنا شنو الفكره؟ سابقا اكو فد شيء يسمونه المورس كود طبعا قبل لا يسوون التليفون وقبل لا يسوون يعني هاي الاشياء كان اكو بس بس مورس كود نعم موجود تمام حبيبي ابو ابو اصيل الوالده كان اكو عندنا مورس كود مورس كود عباره عن فد كود يعني يقدرون يسوون ب شو مثلا احنا هسه هاي هسه هي دت تقول؟ تقول اي مثلا وتدوس على هذا الجهاز تطلع موجه تقول بي وتطلع صوت صوت معين هذا مثلا حرف التي كان قالت هذا حرف الار فاذا شنو كل حرف له صوت معين وبالحرب هاي كانوا يستعملون هذا الشيء بشكل كلش يعني خلينا نقول واسع بالضبط هذا كان هاي بعمليات التجسس يستخدمونه عاشت ايدك هاي سابقا بعمليات التجسس وبهاي الامور كانوا يستعملون هذا الموضوع زين هذا شو العلاقه بالدايركشنال درينج يعني هسه لحظة شويه الربط غريب زين بعمليات الدايركشنال هنا هذا البولزر راح شو يسوي؟ احنا قلنا شنو هذا البولزر يسوي موجات او يسوي نبضات، هاي النبضات شلون؟ اني عندي هذا الروتر او ستيتر خلصنا عندي معده هذا البولزر هذا بالضبط هو البولزر مال مع الطين معده موجوده فوق البريمه بحيث من طين اني بداخلها راح تنسد وتنفتح لكن بسرعه كلش عاليه، عمليه غلق وفتح هاي البوابات تكون بسرعه كلش كبيره. هاي السرعه الكبيره اللي تنغلق وتنفتح راح تسوي نبضات بالطين اللي يطلع منها. هاي النبضات اللي الطين يطلع منها هنا راح اني شنو اللي يعني هاي مو انا اكو نبضات هنا راح تصير عندي؟ هاي النبضات اللي موجوده راح تقدر تنقل لي تفاصيل اتجاهي وتفاصيل ميلاني انا ايش عندي هنا عندي جهاز هنا حاطه بالاسفل اسمه LWD و MWD. ال دبليو دي وام دبليو دي الام دبليو دي والال دبليو هي معدات الام ال دبليو دي هي ميجرمنت While درولينج اللي قياسات اثناء الحفر اللي هي تكون الزاويه والميلان اللي هو الانكلينيشن والازيموث انه انا اقدر اعرف اتجاهي واقدر اعرف ميلاني وبنفس الوقت اني اكو عندي معدات اللي هي مال ال دبليو دي هي معدات تطيني يعني مجسات هسه راح نشوفها ان شاء الله. فاني الطين اللي موجود هنا اللي دا اضخه وهذا البوزر اللي يطيني هاي الموجات اللي حتصير حتسبب فد ضغط بسيط تغير تخلخل بالضغط. اني هنا قلنا عندي الطين قبل لا يدخل اكو عندي ستاند بايب، هذا الستاند بايب يحطون عليه في الجهاز يقدر يستشعر التغيرات اللي تصير مال بولزر. فبالتالي اني اقدر اعرف هل قراءات اللي موجوده بالاسفل شنو هي فهاي وحده من الاشياء اللي تكون موجوده ايضا ضمن البي اتش اي اللي اني انزله فش صار عندي الدايركشنال درون بي اتش اي صار عندي بت صار عندي موتور اللي هو الماطور اللي انا منزله صار عندي لازم وراها عندي البولزر مثلا عندي ال دبليو دي ام دبليو دي وعندي ميموري وعندي باتري لهاي الاشياء اللي تكون موجوده وعندي نون ماجنتيك درول بايب اللي هو درول بايب يكون يعني مو مغناطيسي حتى يمنع المغناطيس من انه ممكن اكو بعض الطبقات بها بعض المعادن او شيء انه تاثر على القراءات مالتي هنا اللي موجوده وتغير. زين هسه احنا عرفنا المعدات، عرفنا افكار بسيطه، هسه شويه بعد نبدي ندخل ديب اكثر بالموضوع. انا شلون اجي احفر حفر مايل؟ نجي اذا اردنا نحفر مو هسه مو بطريقه البندولين والفوركروم هنا احنا راح نحفر بهاي الطريقه الثانيه اللي هو من خلال الموتور اللي احنا راح ننزله راح يكون عندي شنو اني عندي بت عندي داون هول موتور عندي البنت سب اللي هو الانبوب اللي بيه ميلان شويه طبعا هنا الميلان كبير لكن احنا قلنا ثلاث درجات هو شيء بسيط عندي السيرفي تولز اللي هي التولات اللي انا استعملها حتى تعطيني القراءات مالتي اللي هو البولزر وعندي وياها يعني هاي الاشياء اللي هسه اللي اقدر من خلالها اعرف اني بالضبط على السطح شلون توصلني الموجات خلينا نقول وعندي الطين مالتي اللي يكون موجود هو اصلا محوط لي هاي المنطقه اللي موجوده فاني اكون اوريدي خططت وسويت بلانينج او سويت ديزاين للدايركشنال باث مالتي حددت اوف بوينت حددت الانكلينيشن مالتي الميلان ايش قد حددت التارجت مالي وين وحددت ايضا الازيموث مالتي او الدايركشن ليش احنا راجينا بالحقيقه راح يكون اكو شمال جنوب شرق غرب اذا أنا نزلنا بداخل الأب... داخل البير حيكون عندي ميلان صعود ونزول فاذا انا لازم احدد هاي الاشياء زين هنا صار عندي اني صار عندي كيك اوف بوينت منطقه البناء عندي هذا البولد اب سكشن عندي هذا الاند اوف بولد عندي هذا التانجنت سكشن اللي هو منطقه ثبات البناء وعندي التارجت مالي اللي انا اريد اوصل له وعندي شنو فتشي همين مهم انه اثناء الحفر الدايركشنال او هورزنتال كقراءات هنا انا عندي الفيرتيكال يعني عندي هذا يسمونه الترو فيرتيكال ديبث وعندي الميجر ديبث لازم اهتم بيه كلش هوايه هذا الميجر ديبث هو طول البئر الحقيقي او خلينا نقول طول الانابيب اللي انا منزلها بداخل هذا البير هذا هو شنو يكون الميجر ديبث الام دي لكن اكو ارتفاع ثاني يسموه بالترو فيرتيكال ديبث اللي هو الارتفاع الشاقولي اللي حيكون هو كانما ارتفاع البير منا لحين ما اوصل لهاي المنطقه اللي هي اعمق منطقه انا واصلها بالبير. آه هذا الترو فيرتيكال ديبث هو الطول الشاقولي وهذا طبعا نستفاد منه بعمليه الديزاين ونستفاد من عنده حتى بعمليه تصميم الطين مالتنا مال الحفر. هاي هي الأشياء الأساسية اللي نحتاج نعرفها، بالإضافة للبلت اب مالتي اللي أحتاجه اللي هو كم درجة أنا راح أقدر أبني بيها البير لازم يكون عندي الاتجاه اللي هو شنو؟ اللي هو يكون الآزيموث. إذا الآزيموث نقدر نقول عليه إنه هو اتجاه البير مالتي عن نقطة الشمال. ياخذون نقطة الشمال ويحددون على أساسها هذا الشيء. آه، هذا شرح بسيط لموضوع الميجر ديبث والترو فيرتيكال ديبث اتوقع يعني عرفناه ما بي مشكله صار الانكلينيشن اللي هو الميلان مالتي اللي هو حيكون كم زاويه درجه الميل مالتي بالبلد اب سكشن وبالتانجنت سكشن اكون محدد هنا هذا الازيموث هذا حيكون كلش مهم ليش؟ اني نفس ما قلنا البير مالتي اوكي انا صح اعرف ايش قد راح اصعد ايش قد راح انزل كم درجه اصعد كم درجه انزل هاي الامور حددتها لكن احتاج احدد الازيموث اللي هو أني وين؟ راح أحفر باتجاه الشمال، أحفر باتجاه الشرق، أحفر باتجاه الغرب، أحفر باتجاه الجنوب، لازم أعرف هذا الشيء. هذا شلون يحددوه؟ من نقطة الجنوب الحقيقي اللي هو الجنوب الجغرافي. احنا بالأرض عندنا نقطتين شمال، مو نقطة واحدة. الأولى هي الشمال الجغرافي والثانية هي الشمال المغناطيسي. حسب علمي يعني هاي النقطه هم صراحه شوية يحتاج واحد دايركشن درولا يعني دي دي انجينير يشتغل يمكن اتوقع يلا يقدر ياكد لنا لكن اني ماخذ ما دوره بسيطه وسامع بهاي المعلومه انه الدايركشن درلينج يعتمد على الشمال الجغرافي الشمال المغناطيسي يكون المعدات اللي تقدر تتنبأ به اغلى فبالتالي هم يعتمدون على الشمال الجغرافي واكو فرق خمس درجات يمكن اتوقع هي بين الشمال المغناطيسي والشمال الجغرافي بالحسابات يلغوها فبس هاي ال... هاي النقطه موجوده عندي. انا شقصد بالازيموث؟ الازيموث قلنا هو اتجاه الحفر مالتي. انا عندي هذا الشمال اذا انت احفر بير بهذا ال... يعني احنا نعرف انه من الشمال للشمال دوره كامله هي دائره. هاي الدائره قد كم درجه؟ 360 درجه. اذا جينا قسمناها فرضا الى 20 يعني هي عشرينات هيك راح تصير عندي 20 40 60 هنا عندي 90 120 140 160 180 وهكذا يعني فلنفرض انا اذا اجي اريد احفر 20 درجه منها فاقدر ايش اقول؟ اقول نورث 20 ايست <applause> هذا هو الازيموث مالتي نورث 20 ايست او اقول اقدر اقول 20 اذا صارت مثلا الدرجه هنا 120 اقدر اعبر عنها بطريقتين يعني. اما اقول 120 الازيموث او شو اقدر اقول؟ اقدر اقول ايست 30 ساوث فيقدرون يعبرون عليها بهاي الطريقتين للازيموث، الاولى ياخذون بس من الشمال درجات، الثانيه وهو الاكثر صراحه انا اشوفه شيوعا يعني بالمعادلات وشيء. يقول من الايست للساوث هاي هم تتقسم فهو شي يحددها؟ هاي يقول ايست 30 مثلا ساوث يعني انا راح يكون عندي نفس ما قلنا انكلينيشن بناء وحيكون اكو ازيموث اني وين اريد احفر؟ هسه أحفر حافر بهذا الاتجاه. ما اني ممكن احفر بهذا الاتجاه من نابير واحفر بهذا الاتجاه. او من نابير احفر كانما بهذا الاتجاه. فممكن حيتغير عندي شنو؟ أو يعني مثلا خلينا نقول بير منا ورايح هيجي. فهناية حيكون عندي الازيموث هو الاتجاه اللي انا راح احفر بيه بناء على شنو البلين فيو مالتي اللي هو حيكون من التوب انه انا اذا باوع كانما من الاعلى فمن الاعلى انا وين اريد اروح يمنى يسرى شمال شرق آه يعني حسب المكان اللي انا احتاج خلينا نقول اروح باتجاهه آه يعني هاي تقريبا اخذنا احنا الافكار العامه بس قلت لكم هاي موضوع الموضوع المجال الشمال المغناطيسي والشمال الـ الشمال الـ الحقيقي انه الشمال الحقيقي يعتمد على يعني خلينا نقول منطقه الشمال الارضي جغرافيا الشمال الجغرافي هذا يسموه والشمال الثاني المغناطيسي يعتمد على المجال المغناطيسي للارض وهذا يكون غالي يعني انا حسب ما سامع انه يكون الموضوع هذا المعدات بيل شويه تكون خاصه واكثر غلاء <applause> نفس ما قلنا مثلا ممكن ينطيني درجه يقول لي هاي الدرجه هي 27 او يقدر يقول لي هاي الدرجه 215 فال27 انا حقدر شو اقول؟ اقول نورث 27 ايست مثلا هاي إذاً نورث نورث 20 ايست مثلا او اذا اني انطيت من الايست للساوث بدل ما يعني مثلا من الايست للساوث بدل ما اقول اللي هو هسه منطيه 170 يمكن أه نرجع للمثال اللي هو منطيه 200 215 عفوا 215 اذا جينا على 215 نشوف هاي ال 200 وهاي 215 هاي هنا صايره فيا اما اقول أن الازيموث مالتي 215 او اقول أن الازيموث مالتي ايش قد منطيه هنا وحاسبها اس 35 دبليو يعني ساوث 35 درجة أحسن ويست فهذا يكون طريقة ثانية أيضا لكتابة الأزموث أو قراءة الأزموث اللي موجود اللي هو درجة الميلان مالتي وهاي اكو يعني أمثلة وشغلات كل شوية حضراتكم تقدرون تطلعون عليها يبقى قلت لكم بس موضوع الدرجات ممكن يزيدوها أو ينقصوها يعني هاي مال الخمس درجات مال الشمال الحقيقي والشمال المغناطيسي يعني بس للمعلومة هاي احنا هاي احنا المحاضرة الأساسية بدنا ناخذ مرة ندق كل شيء بكل كل هاي التفاصيل الموجودة. نبقى موضوع البلد اب مالتنا اللي هو مدى بنائنا ممكن يكون البناء يعني خلينا نقول إذا كان البلد اب مالتي الكيرف مالتي مال البناء بعيد انه انا عندي التارجت بعيد هنا واني اجي اقول ابدي من هنا احفر فيكون البلد اب شورت اذا كانت الدرجه اكبر من 30 درجه لكل 100 فوت واحنا قلنا غالبا نحاول ما نتجاوز هذا الرقم يعني اوكي بالديزاين هسه ممكن نوصل للخمسة ستة بالزايد لكن فوق الستة مستحيل لان تبدي يصير عندنا مشاكل كلش هوايه معظم الشركات معظم الديزاينرز يصممون ان هم يصمم بير جوه 30 درجه لكل 100 فوت معظم فاني اذا كان عندي هنا الشورت ريدي شورت ريديس كيرف هذا هذا الكيرف يكون لازم أك، اكبر من 30 درجه واذا كان ميديوم يكون بين ال30 درجه بال8 درجات واذا كان اللونج هذا يكون اقل من اقل من 8 درجات لكل 100 فوت لكن بشكل عام بشكل عام عفوا هاي 30 الشورت هو 30 30 درجه اذا اردت بير احفر بشورت ريدياس يعني الكيرف مالي كلش قوي حيكون حتكون تخيل دائره يعني هاي درجه البناء تكون 30 درجه لكل 100 قدم فالرقم خيالي يعني بنفس الوقت انا صراحه حتى ما اعرف يعني هل هذا ممكن تطبيقه عمليا لو لا الميديم يكون هو بين الثمان درجات ل درجه والابار الباقيه اللي هي تكون انه بير بعيد التارجت مالي اقدر احفر انه يكون درجه الميلان اقل من ثمان درجات يعني صح هسه هذا اللونج يسموه أقل من ثمان درجات بس قلت لكم كديزاينرز دائما يقولون انه احنا يفضل انه احنا نحفر اقل من ثلاث درجات يعني ثلاثه اربعه 2.8 هيك رينج فوق الخمسه تقريبا تبدي مشاكل فوق الستة غالبا ممنوع انه فوق الستة احنا نحفر بير يعني ما يصير بير البيلد اب مالتي الكيرف مثلا خلينا نقول يكون اه مثلا ثمان درجات او ست او سبع درجات لازم جوه الستة يكون غالبا وهذا نهاية بالنهاية هو شكل البير والبرنسبلز الرئيسية اللي اخذناها عندي هذا البرج مالتي منصة البرج يسموها ال RKB او ال اللي هو الروتري تيبل كيلي بوشنج او روتري كيلي بوشنج عندي هاي منطقة بداية البناء كيك اوف بوينت بولد اب سكشن منطقة بناء الزاوية وراها اند اوف بوينت او اند اوف كيرف يسموها اي او بي او اي او سي وراها عندي التانجنت سكشن او الهولد سكشن منطقة الاستقرارية خلينا نقول وراها عندي الدروب سكشن منطقة اللي هي ابدي انزل بالزاوية لحين ما اوصل التارجت مالتي أه فهاي تكون تقريبا المصطلحات الرئيسيه وهذا موضوع التصميم حكينا به اكثر من مره عندي كيك اوف بوينت عندي اند اوف بوينت هولد وهكذا هاي الاشياء الرئيسيه اللي حكيناها. زين انا اجي اريد ابدي اميل بالبير مالتي. تمام أه احنا هسه عبرنا الساعه وثلث هذا الموضوع صراحه اذا دخلنا شوي راح هذا سؤال بلا زحمه اي حبيبي تفضل. شنو الفرق بين الاي او بي والتانجنت؟ هي اثنين نفس الزاويه نفس م. المستوى يعني. اي او بي او تمام ها هنا الاند اوف بولد بعد ما تبني زاويه تبقى ثابته يعني فرضا اذا ناخذ مثال انا عندي هنا منطقه البناء هنا كان عندي مثلا كان عندي الميلان مالتي هو 30 او عفوا خليني اسوي لنا كتابه لانه صراحه تمام فرضا خلينا نقول انه اني بمنطقه ال البولد اب سكشن هاي منطقه البولد اب سكشن مثلا اني غالبا تكون عندي مثلا درجه زيان الزاويه زي مالتي مثلا اذا جيت اخذت النقطه الاولى النقطه الاولى خلينا نفرض هنا ايش قد الزاويه مالتي عندي 10 درجه لكل ايش قد لكل 100 اوت أه لا عفوا مو كانت الميلان مالتي 10 كانت 10 درجات وراها نزلت نقطه جواها، النقطه الثانيه ايش قد صار عندي الميلان مالتي فلنفرض هنا صار الميلان مالتي 30 درجه عن شنو؟ عن عن الشاقول نزلت درجه ثالثه ايش قد صارت؟ صارت عندي مثلا 40 درجه وصلت وين ال 40 درجه؟ وصلت للاند اوف بولد الاند اوف بولد منا لحد ما اكمل التانجنت سكشن كله كل النقاط اللي موجودة عليه لازم تكون قد لازم تكون الميلان مالتها 40 درجة يعني ماكو بلد اب ماكو زيادة هاي اذا نحشي على نقاط اذا جينا نحشي بشكل فوكست اكثر راح نقول انه اني هنا دا يصير عندي اذا اخذت كل نقطتين يعني الفرق بالدرجات ما بين كل 100 قدم اذا جينا نحسبها من الفكره الثانيه يعني خلينا نقول الفكره الثانيه انه أنا اول نقطه هنا عندي ونقطة الكيك اوف بوينت احسب هنا الكيك اوف بوينت كانت صفر خلينا نقول الميلان هنا الميلان ما ايش قد صار يعني بين بوينت واحد الى 2 ايش قد صار عندي الميلان مالتي؟ صار عندي ثلاث درجات لكل 100 قدم هنا اذا جيت على النقطة اللي وراها راح اشوف اذا ابدي يعني بين النقطة الثالثة خلينا نقول اللي هان صار عندي بوينت فلنفرض هسا اذا جينا ناشر بالقلم خلي آه. نفتح هذا لازم اشرب القلم فلنفرض اني هسه هنا عندي صارت ها هي قلنا اول نقطه ها هي بوينت 1 وها هي بوينت 2 وها هي بوينت 3 زين أنا بعدي ما واصل الاند اوف كيرب هنا شنو اللي صار عندي؟ اللي صار عندي انه اني البوينت 1 من البوينت 1 للبوينت 2 هنا اني عندي فلنفرض آه 10 درجات فرق هنا صار عندي الفرق 30 درجه عن البوينت 1 هنا صار عندي 40 درجه هنا نفس الحاله اجي اقول اني كل ثلاث درجات بناء صارت موجوده عندي بس اذا اخذت بين البوينت 3 والبوينت 1 حتكون ايش قد عندي الفرق ما بين البوينت 1 والبوينت 3 حتكون عندي مو ثلاث درجات حتكون عندي تقريبا خلينا نقول مثلا ست درجات حتكون ست درجات بشقد قد صارت مثلا ب 200 قدم فليصير يصير عندي كله بناء بالزاويه اذا انا اجي احسب لكن بالتانجنت سكشن وين ما اني احسب حتكون عندي درجه الميلان ثابته يعني هنا ممكن كانت الميلان مالتي خمس درجات هنا صارت 10 هنا صارت 15 هنا صارت 20 وراها هنا من اوصل للتانجنت انا ما عندي اي تغير بعد طول التانجنت كله اني من احفر درجه الميلان مالتي حتكون 45 درجه ثابته مثلا ما عندي زياده بيها ولا عندي نقصان المفروض فالفرق بالاند اوف بولد انه اني ورا هاي النقطه بعد ما عندي بناء بالزاويه ما يعني مو اجي اني اسوي بعد بناء اللي هو ممكن البير مالي بدل ما يكون هيك ممكن هيك يكون شويه بيصعود مثلا ويروح هيك مثلا فما عندي بعد صعود ما عندي بلد اب سكشن كله يكون ثابت الحفر مالتي هنا ما عندي بي اي اي تغيير اخر اذا تمام حبيبي حبيبي الله يسلمك يعيش عيش غالي بس أه نمسح بالله هاي تمام اتوقع يعني اتوقع ساعه وثلث انا ما احب صراحه اطول المحاضره اكثر من ساعه ونص مع العلم هذا الموضوع هو صراحه مهم وبي تفاصيل لكن نقدر ان شاء الله ناخذ باكر ما عندنا مشكله باكر راح ناخذ ان شاء الله شلون احنا راح نبدي نبنيها للزاويه شلون أنا اقدر ابني يعني اسوي اول ميلان للزاويه خلينا نقول وأكو معدات تكون مختصه بهذا الموضوع اللي هو معدات سابقه كانت تسمى لوب ستوك وهسه شلون احنا بدنا نسوي خلينا نقول المعدات الحديثه مالتنا اللي موجوده فخلنا نتوقف ان شاء الله لهنا باكر ناخذ ان شاء الله ديفليكشن تولز ناخذ المشاكل بعوني تعالى فشوف شنو اللي حضراتكم عندكم اسئله خلينا نرجع من البدايه ان شاء الله ونبدا بهن. السلام عليكم <applause> استاذ <السلام. تصفيق> عليكم السلام ورحمه الله حبيبي تفضل استاذ بس الكيك اوف بوينت تكون متساويه؟ عند عند اذا اميل باكثر من زاويه لو لو شنو تبقى ثابته ما ما فهمت صراحه قصدك يعني بين بيرو بير يعني لا بس على هذا اي هذا الكيف. أي. البعدة البعدة كيف هاده. اي اللي بعده اللي بعده العفو ها اللي بعده هذا لا القبل قبل اسرع هذا اي هذا هنا انا دا اشوف انه الكيك اوف بوينت متساويه باختلاف الزاويه بالضبط اي هو هنا شنو يعني هذا بس يعطيك مثال يقول لك انا اذا فرضت انه ابدي من نفس الكيك اوف بوينت وكان الميلان مالي كلش قوي بحيث الميلان مالي يكون اكثر من 30 درجه لكل 100 قدم هنا راح يكون عندي اسم هذا النوع من البولد اب كيرف يسمونه بالشورت راديوس بولد اب كيرف تكون كلش قاسي يعني الميلان مالتي لكن هذا اذا فرضت ايضا نفس الكيك اوف بوينت وكان عندي الراديوس مالتي متوسط فاسميه متوسط اذا كان عندي الميلان بين ثمان درجات الى 30 درجه لكل 100 قدم يعني مجرد مثال هو دا يطرح انه يعني يقولوا انا راح يكون عندي الراديوس اوف اوف بولد اب كيرف اذا كان عندي اقل من ثمان درجات حيسمونه لونج راديوس بولد اب كيرف احنا يعني بس على مود الحالات بالضبط مجرد بس ده يعطيك هيك مجرد يعني فكره عامه عن التسميات اللي ممكن تكون موجوده بس كشكل عام يعني صراحه حتى اشك بمدى تطبيقها ما اتوقع انه موجود عندنا هذا الشيء هذا ممكن نحفره يعني ممكن اي بس بس مو 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 بانابيب حفره اتوقع ممكن، استاذ ممكن تفضل اي عمر زين استاذ بالمالتي لاترال آه اللي احفرها يكون خصائص الفول لود بروبرتيز بتكون مساويه لو مختلفه عادي مختلفه يعني بس كنفط يعني اريد انتجان مثلا؟ اي اه مالتي واحنا هناك من اخذنا بالعزل مال باكرات اذا اعزب من اكثر من طبقه ممكن استعمل ال اس دي اس اس على مود أنت انه شرط انه يكون الفلويد بروبرتيز بين النفط بالزونات اثنيناتهم تكون متساويه هنا أنا هم نفس الشرط لو تختلف حكي كلش حلو أه بس خلي يفتح عندي هذا البرزنتيشن هو المفروض المفروض يعني حسب ما هسه انا شفت هاي الصوره مال برزنتيشن توقعت اه، انها تكون عادي اذا مختلفه بس حبيت اتاكد منك يعني اه قصدك انه ممكن ال... صحيح أي. يعني قصدك هسه خلينا نقول احنا عندنا هذا النوع من الاكمال اللي هو يسمونه الكومانجل كومبليشن اللي هو انا عندي لاير منه ولاير منه واجي انتج من في فحضرتك تقول انا عندي باكرات وعندي عزل وعندي اس اس دي ده انتج منه ومنه فلازم يكون عندي نفق متشابه مو صحيح؟ اي بالضبط طيب. بس بالحفر هم أه. يكون متشابه لا لا بالمالتي ليترال اتوقع لازم يكون متشابه اذا احنا راح ننتج من نفس الانبوب اذا نفس البايب اني انزل انتج من عنده لازم يكون متشابه لكن مرات شو يسوون ليترال يعني يحفر من هنا لهنا قطر مال بايب كلش كبير حتى شنو يقدر ينزل بيه انابيب انتاج متعدده اكثر من انبوب انتاج ويبدي ينزل كل زون يحفر ينزل لها انبوب انتاج خاص بها غالبا فيصير يعني احنا انابيب انتاج يعني اللي شايفين اتوقع اقل شيء يمكن موجود عندنا اللي هو اتوقع ما اعرف هذا اكره لو لا انا ما أذكر هذا البرزنتيشن يكون اثنين وسبعة 278 يكون ف 278 يكون كلش قليل القطر مالته فممكن ننزل احنا اكثر من انبوب انتاج حتى نقدر ننتج من نفس المكان اتوقع انه ممكن هذا الشيء يكون اذا ننزل اكثر من يعني من اكثر من بايب ننتج لكن غالبا اذا الخصائص مختلفه لازم انبوب منفصل ما بها اي يعني اي شو اسمه اي مجال لانه راح يتاثر خصوصا انه راح يتاثر عندي ممكن تتكون عندي مركبات مثل الاسفلتين وغيرها او ممكن يصير عندي كروس فلو اللي هو انه اني اذا هسه هنا موجود عندنا هذا النوع اللي هو الكومنجل كومبليشن اللي موجود ممكن اني يبدي يدخل عندي نفط منه بدل ما يطلع للسطح يقوم يدخل بهاي الطبقه فأنا تصير عندي هاي المشكله كلش كبيره هنا موجوده بس هذا الشيء ممكن اذا اني جيت أه ايش سويت؟ اذا اني فرضا استعمل سمارت كومبليشن اللي هو الكمال الذكي. انزل بنفس البايب انتج منه وانتج منه مثلا فرضا اذا ردت او يعني الى اخره، وهنا صار عندي انبوب واحد للانتاج، لكن شنو اللي يصير عندي؟ آه، اللي يصير عندي انه اقدر اقفل بعض الطبقات، اقفل انبوب، يعني هذا الانبوب اسده، هذا الانبوب افتحه، هذا الانبوب ينسد، هذا الانبوب ينفتح. واقدر اسويه اوتوماتيك همينة خلي الانبوب من وحده هو ينفتح وينسد بناء على خصائص انا أسئتها عليه فممكن هذا الشيء اذا استعملت شنو؟ اذا استعملت سمارت كومبليشن زين استاذ مثلا اقدر انتج من الاناناس من <applause> الانبوب بس يعني على مثلا على أنا مد اقلل الاعداد عايب الانتاج المستعمله اكيد فيه. ممكن هذا الشيء 100% بس شنو المشكله اللي حتواجهها؟ انت الكيسنج يعتبر من اساس البيت خلينا نقول من اساس البير. إذا صار عندك ووتر كات دخل عندك مي أو صار عندك غاز كات أو صار عندك مناطق بها سلفرس ووتر اللي هو مي الحامضي أو سلفرس غاز بها H2S هنا اللي حيصير عندك أنه الطبقة اللي تنتج بها بالآنيلوس الكيسنج حيتضرر إذا تضرر عندك الكيسنج هنا يعني كارثة لأنه الكيسنج ما راح تب... يعني شوف إحنا مثلا في أحد الحقول العراقية كلفة حفر البير تقريبا 8 مليون 7 مليون دولار كلفة هجر البير وصلت في بعض المرات وصلت يعني اكثر من 10 مليون دولار فممكن انت اذا بهيك حاله البير ذا يعني صار عندك مشكله بالكيسنج وصار عندك تسرب للنفط الى طبقات بهم مياه جوفيه او طبقات حتى لو عاديه ثانيه انت ما تريد تسرب لها اذا جيت تعالج هذا الموضوع وحده حتصرف فلوس كلش هوايه فلذلك انت ما تريد هذا الشيء يعني غالبا انا قاعد احكي عن نفسي صراحه أنا هو بالواقع موجود اكو بالواقع انتاج من خلال تيوب ومن خلال اني لص. بس يعني حسب فكرتي المتواضعه بالحفاظ على الويل انتجريتي اني احب انه يعني يفضل تنزل انبوبين انتاج دول دول سترنج كومبليشن وتنتج من انبوبين مختلفات وتخلي باكرات ووضع طبيعي بس بارض الواقع لا طبعا موجود هذا الشيء موجود عندنا ابار بالعراق كل شويه تنتج من الانلوت تنتج من التوبين اي موجود تمام استاذ اشكرك على هذا العرض لا أمر تؤمر عينك حبيبي دلل أه... السلام عليكم استاذ يومي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ <applause> بالنسبه لللوج في حال نزلنا اللوج وساعدنا ستك بي حلو فشلون انه الحل؟ هو المفروض بالدايركشنال درولينج اني ما انزل لوج اكثر من 45 درجه فوق ال 45 درجه ما ينزل اللوج يعني انا هاي الميلان اللي عندي خلينا نقول مال البير فلنفرض هذا كان موجود تمام لازم الميلان مالتي مال البير ما يتجاوز ال 45 يعني اذا هذا الميلان هنا صار اكثر من 45 فاللوج ما راح يقدر ينزل فما نقدر ننزل لوج ننزل فشيء يسمونه التريب لوج اللي هو يكون يعني ال ال دبليو دي اللي هو المعدات اللي حكينا عنها اللي راح تكون وين؟ تكون ضمن الانابيب مالتنا اللي موجوده بي ال اللي هو اللي هي هاي بالضبط اللي هي هاي يعني انا يعني هسه هنا عندي هاي المعدات اللي حنزلها هنا اللي هو ال دبليو دي مالتي انزل بي لوق واقدر اقيس طبعا اللوغ اللي انزله بال دبليو يكون مكلف ما يكون رخيص غالبا غالبا آه. انا شو انزل انزل قامري آه. وانزل ويا القامري ريسستيفيتي انا صراحه توقعت ممكن نوصل للشرح مال جامر ورستيفيتي لكن للاسف الوقت يعني ما اسعفنا بشكل عام اتوقع حضراتكم ان شاء الله عندكم فكره عن اللوغات الجامري يقيس لمستوى اشعاع المواد المشعه بداخل الطبقات واللي هي غالبا اقدر اني احدد من خلال الجامري طبقات الشيل وطبقات النون شيل فاذا اقدر اعرف طبقات الشيل وطبقات النون شيل هذا يكون من خلال شنو من خلال الجامري هذا قام راي اقدر اعرف يا طبقه شيل يا طبقه ساند وياها انا ايش عندي لوجات؟ عندي لوجات اللي هي المقاوميه انه سريان التيار الكهربائي بالمناطق اللي بيها مي التيار الكهربائي يمر بسرعه لان يعني المي يوصل يوصل كهرباء اذا كان نفط توصيل الكهرباء اقل واذا كان غاز فالغاز ما يوصل كهرباء اصلا او مو تكنيكلي يوصل كهرباء بس يحتاج فولتيه عاليه فاحنا خلينا نقول ما يوصل كهرباء تقريبا الا اذا كان عندي برق يعني فانا اكيد ما عندي برق بداخل البير البرق ينتقل بال وحوالي انه تكون الفولتية مالته كلش عاليه لكن انسايد ويل اني ريزستيفيتي المجس يسلط شحنات كهربائيه بسيطه اذا الطبقه وصلت هاي انا اقول عليهم مي اذا شويه وصلت اقول هاي عليها هاي شنو هذا نفط اذا ما وصلت ابدا اقول انه هذا غاز فاني شنو هذا الريستيفيتي مالتي اللي موجود انزل بالال دبليو دي بس جاما راي لان باقي اللوقات تصير كلش مكلفه فشي يسوون غالبا على ارض الواقع ينزلون انا مو عندي هسه هذا البير ماتي خلينا نقول اللي هو فرضا نقول انه هذا البير ماتي هذا ينزلون لحد 45 درجه ينزل لوج مالتي هذا اللي هو احنا بدنا نحكي عليه اللوج الاعتيادي من خلال الواير لاين، الواير لاين عباره عن سياره تجي هنا بيها واير ينزل هذا الواير الى داخل البير ويا اللوجات لحد المكان اللي يريده اني الدرجه الزاويه 45 فوق ال 45 ما ينزلوا يسحبوا لي ان يصير بي صراحه إن سمعت قبل فتره انه اكو شركه من الشركات مطوره سيستم ينزل ل 60 درجه. بس ما ما عندي اي معلومات صراحه انا لكن سمعت انه يوصل ل 60 درجه. فغالبا اللي موجود بالحقول انا شايفه 45، فوق ال 45 ما شايف صراحه. وراها يسحبون ينزلون شنو؟ ينزلون ترب وين؟ من خلال المعدات اللي شرحنا عنها. اللي هي هاي المعدات اللي هو ال دبليو دي، اللي انا نزله من خلال البي اتش اي مالتي، اربط ويا البي اتش اي ام دبليو دي هنا وانزل ال دبليو دي، ام دبليو دي وانزل اشيك والوضع طبيعي يعني يمشي. فغالبا هذا الشيء يصير اذا صار عندي ستك على سؤال حضرتك الستك اللي يصير لازم اجي اسوي له اكيد فيشنج الفيشنج مال الواير لاين يعني المفروض مو بذيك الصعوبه يعني غالبا ما يكون بذيك الصعوبه انزل معداتك اكو معده اسمها ال استغفر الله يمكن السبير تصير شلون الرمح يدخل بين هاي الوايرات الموجوده يبدي يسحبن شويه شويه واكو كل شويه يعني معدات الفيشنج صراحه بحر فاللي يشتغلون بالفيشنج يعرفون انه كل شويه معداتك صراحه ما يعني يعني اللي اعرفه يمكن اثنين او ثلاثه بس غالبا هواي معدات فيشنج اكو ينزلون عادي يسوون له فيشنج ويطلعون بشكل في طبيعي بس حتصير مشكله اذا انت منزل لوج 45 وصار بيستاك وسحبت انقطع والبير مالك مثلا عمقه خلينا نقول 3000 4000 متر فراح تظل من تجي تريد تسوي فيشنج تظل بالبدايه تدفع لازم المعدات هاي نهايه البير مرات وبعدين يلا تبدا راح يكون وقت صراحه كلش هوايه حياخذ وقت من عندنا اتمنى يكون الجواب شافي لان يعني هاي الاشياء الرئيسيه ان شاء الله تكون تخص الموضوع. أه ست ايه وعراق يقولون من يانا هي تقصد ينتهي البير. أه ما اتذكر الصراحه بالضبط على شنو كنا نحكي اذا حضراتكم تتذكرون تبلغون تؤمرون بس كتبوا يقصد حفر واكمال البير يبقى بس ينتج تمام. أه اتوقع كذلك في حال عندنا منطقه جبليه وتحتها النفط أه بالضبط استاذ محمد صالح. اذا كانت عندنا طبقه يعني منطقه جبليه وبها هاي فنفس الحاله نحتاج نسوي هذا الشيء ها أه هاي باكر راح ناخذ استاذ سعد عاشت يدك حبيبي استاذ سعد منورنا يا طيب أه الكي سيت يصير عندي اذا كان عندي بلد اب سكشن بولد رايت كلش عالي حيصير عندي كي سيت مشكله ان شاء الله باكر نتطرق لها بعونه تعالى من الممكن يصير عندي تهدم داخل البير طبعا جدا ممكن يصير عندنا اذا كان عندي أه هاي الاشياء اللي حكينا عنها استاذ اسامه يقول عندكم أمر رضومة عجيبه هاي الطبقه حتى بها موجوده بالعراق احنا عندنا طبقات اللي بها مشاكل عندنا تقريبا يعني نذكر ممكن يكون اربعه عندنا طبقه لور فارس فارس الاسفل بها اب نورمال بريشر زون بعض المحافظات عندنا الدمام والطيارات بالبصره الدمام يعني بصره ناصريه موجوده بها الدمام والطيارات اللي هي تكون الدمام بيها لو سيركيليشن كلش عالي فقدان بسائل الحفر والطيارات يكون بيها شو اسمه غازات وبيها سلفرس ووتر وبيها وعدنا أمر رضومة. أمر رضومة بيها ماي حامضي وعندنا ام الرضومه ام الرضومه بيها هواي مشاكل وقت المحاضره ساعتين أوقل. تمام 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 ان شاء الله رابط الحضور السلام عليكم أستاذ حبيبي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أستاذ بس عندي سؤال حبيت أنه أتأكد من الله عنده لتؤمر. الله يسلمك أستاذ انه في حال انه انا اريد اتحكم بانابيب الحفر بالاتجاه يعتمد على تثبيت الاستبيلايزر اذا بال يعني اكيد الاستبيلايزر مؤثر جدا بتحديد التثبيت مالك اذا تريد تثبت المسار يعني خلينا نقول بشكل عام هاي اذا اذا كنا نستعمل الكونفشنال اللي هو خلينا نقول ال يعني غالبا يكون هذا السيستم اللي هو القديم بشكل عام اللي احنا نستعمله بالحفر الاتجاهي الستيربل موتور والار اس اس نقدر نتحكم بالزاويه من خلال المعدات اللي احنا منزليها فالاستابلايزر اكيد ياثر يعني ما ما نقول ما ياثر بس درجه تاثيره مو مثل ما موجود بالكونفشنال بالكونفشنال تكون يلعب دور اساسي لان يعني انا دا اصلا دا ابني الطب دا ابني ودا أنا يعني هم عمليه البولد اب وهم عمليه الدروب هي من خلال الاستابلايزر انا إذا اسويها لكن بالموتور وبالار اس اس انا إذا اسويها من خلال المعدات اللي انا منزلها غالبا تمام حبيبي تامر امر تمام ان شاء الله استاذ علي يقول يعني القياس يكون عن طريق تغيير الضغط اللي يصير داخل الدرو سترينج لو تغيير الضغط بالانيولس لا الداخل الدرو داخل الدرو ترنج يصير لان داخل الانيولس يعني راح تتحكم هواي عوامل بالضغط صراحه لان انت عندك ممكن عندك ووشات ممكن عندك لوسز ممكن عندك شيفه يعني معظم هاي الاشياء راح تتغير عندك هنا الكيك اوف بوينت نفسه باختلاف الزاويه اعتقد حضرتك تقصد اللي نفس السؤال اللي ساله الاستاذ قبل شوي على موضوع الاستاذ هو اللي حسن حبيبي حبيبي استاذ حسن عيوني انت الله يسلمك عيوني ست آية ان شاء الله البرزنتيشن انزل لكم صراحه ما اتوقع يرهم ك كبي دي اف لان انا مسوي بيه ترانزيشنز وهاي الشغلات شويه كل شويه <applause> البي دي اف يجيكم 100% يجيكم على 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 الشابتر ان شاء الله تعالى وان طبعا ما شاء الله قد حد الشكل صايره عين يعني استاذ عقيل تؤمرون وتدللون يا رب تكونون استفادت ولو بشكل بسيط يعني يمكن ما تكون المحاضره اكيد مثاليه يعني سبحان الكامل بعد احنا هاي الشغلات كلها تكون بها نقوصات فاذا عندكم اي اقتراحات على مباشر تقدرون تراسلوني ان شاء الله باي وقت الشباب اللي يعني عندهم الحساب واذا ما هاي تقدرون تراسلون التشابتر اذا تحبون اي موضوع نتطرق له لان احنا صراحه انت نحكي اشياء كلش اساسيه يوم غد ان شاء الله راح نشرح الاشياء الاساسيه والتولات اللي تساعدني على الميلان راح نحكي على التولات السابقه والتولات الحديثه راح ندخل ايضا على اللوجات اللي نستعملها شنو هي الاساسيه يعني بشكل عام شنو انواع اللوجات الاساسيه نستعملها نفس ما موجود هنا هسه شفنا اللي هو موضوع الجامري وموضوع الريستيفيتي شلون نستعملهن شنو اساسياتهن ورح نحكي على هذا البول البولزر شلون اصلا اساس عمله بشكل عام وراح ايضا نحكي على المشاكل ان شاء الله اللي نواجهها بعونه تعالى وتؤمرون وتدللون بعونه تعالى باكر ان شاء الله راح تكون هاي المحاضره هي اللي راح نحكي بيها واذا حبيتوا ان شاء الله يعني تشاتر اني بخدمتكم ان شاء الله اذا صار وقت ان شاء الله مستقبلا ممكن نتطرق لصراحه اكو موضوع حلو اللي هو الكومبليشن الخاص بالدايركشنال كلش موضوع حلو ممكن ايضا ان شاء الله نتطرق له بالمستقبل فشكرا جزيلا لكم اطلنا عليكم عين استفاد الله يسلمك جدا شيقكم محاضرات ومعلومات كلش جميله الله يسلمك الشرف ان شاء ان شاء الله باكر نستكمل اللي اخذنا اليوم و... ان شاء الله ونستكمل طيب إن شاء الله تعالى تأمرون تدربون شباب نشوفكم على خير بعونه تعالى سبحان الله خير ممكن أهل. رابط في حضور الرسل أكتبه على رابط زون إن شاء الله 10 دقائق وأغلق الرابط